ده الشكل النهائي بتاع المرات السنكرونس مش 50. انا طبعا فعلتكم على الايميل ده اخر ابديت ليه. احنا وقفنا تقريبا وقفنا هنا، خدنا احنا الايفكت اوف الكرنت تشينج اون اسينكرونس مود كده. خدنا، لا خدنا، لا خدنا ذا افكت اوف لود تشينج اون اسينكرونس مود، خدنا تاثير تغيرات الاحمال على الاسينكرونس مود. ده اللي هو اخر حاجه خدناها الاسبوع اللي فات وخدنا عليها الاكزامبل بتاعنا النهارده. وخدنا طبعا ده الاكزامبل زي ما اتفقنا، خدنا الحل من الريفرنس اللي هو تشيرن. العنوان الثاني او الجزء الثاني المتبقي لينا في السنكرونس موتور جزئين، الجزء اللي هو الافكت اوف فيلد كارنت تشينجز اون سنكرونس موتور، تاثير تغيرات الاي اف اللي هو الفيلد كارنت على السنكرونس موتور، والجزء الثاني اللي هو الساند بول سنكرونس موتور. ان شاء الله مش هناخد وقت فيه ان شاء الله. طبعا هنا تاثير تغير الاي اف على السنكرونس موتور عند اي لود، احنا طبعا فاكرين العلاقه اللي هي بتربط الاي ام اف بالاي اف او بالفلكس، الايكويشن اللي هي الاي بتساوي كي 5 او كده. عملناها على الاوردر الجزئيه دي عشان ننجز فيها كده حتى المعادله بتاعتها. لو في لا يا جماعه لقيت ايه تعرفون. طبعا احنا عارفين من قبل كده ال في ام اف ايكوال كي 5 في اوميجا، وطبعا انتوا عارفين ان الكي ده كونسر بنسميه بشين كونسر، وده موجود في الترم الاول. في حد بيتكلم يا جماعه؟ في لعبه حاجه؟ تمام يا دكتور، كويس يا دكتور، تمام يا دكتور، تمام يا دكتور. الناس اللي بتتكلم يا ريت تمنعوا الكلام. طبعا الجزء ده او المعادله دي موجوده بين الجزء الاول في الترم. الكي طبعا بدون ما ندخل في التفاصيل بتاعته دلوقتي في الموتور، احنا خدناها في الجزء الاول من الترم. ده الماشين كونسنت، ودي تبني على البارامترز بتاعت الماشين زي الشيفت ستيرنس، زي مثلا البدل الباسز، الوايدنج فاكتور اللي هي البيتش فاكتور والديستريبيوشن فاكتور، دي كلها بنسميها الماشين كورس، والنمبر اوف هولز والفيس جروب، دي كلها موجوده داخل مين؟ الفاي ده اللي هو جاي من نسميه فلكس في البول، وده بيتناسب مع مين؟ بيتناسب مع الاي اف اللي هو الفيلد كارنت، تمام؟ ومعانا كمان الاي ام اف تزيد او تقل على حسب مين؟ الفيس بي. والاوميجا دي بنسميها اللي هي السنكرونس سبيد او الانجلر فريكونسي اللي هي 2 باي في ان اس، 2 باي ان اس على سي تي. فتغير السبيد ده ديبند على السبلاي الان اس اللي هو 120 اف على دي. يعني لو عملنا تشينج في الفريكونسي السرعه هتتغير معاك. قال لنا هنا طالما ان السرعه ثابته عشان غير في السرعه، تمام، والماشين كونسنت الكي ده كونسنت معايا، يبقى الاي تتناسب مع مين؟ الاي تتناسب مع الفاي. الاي تتناسب مع الفاي. مين هو الفاي؟ ده بنسميه فلكس فير بول، وده ديبند على الاكسايتيشن كارنت اللي هو بيلزق دايره الروتر. يبقى دايره الروتر الكارنت بتاعها اللي هو الفيلد كارنت. كلكم طبعا عارفين الفيلد كارنت اللي هو جاي لنا من الدي سي سبلاي او من الاكسايتيشن بتاعنا، وده بيلزق ملفات الفيلد وايد. الاي اف كل طبعا ما بيزيد، كل ما الفلكس ما بيزيد، واحيانا بتبقى لعبه في الاول بتبقى لينير وبعد كده بتروح الى الساتوريشن. ده تغير الاي اف مع مين؟ مع الفاي. بتبقى تقريبا العلاقه في الاول بتبقى لينير تارجي، الفاي يتناسب دايركت مع الاي اف. في بعد اللينير ريجون بتيجي الفتره الثانيه اللي هي الساتوريشن او بنسميها النون لينير، بيبقى الفاي يتناسب مع جذر الاي اف. الفاي هنا بيتناسب مع جذر الاي اف. جذر الاي اف، وكمان ممكن باور الجذر ممكن يكون مثلا الجذر التربيع او الجذر مثلا
ممكن نخليها مثلا جذر اس ان على اعتبار ايه؟ على حسب الايولوجي، يعني فاي تتناسب مع جذر ام اي اف. تمام؟ ليه العلاقه دي بتبقى اللي هي بنسميها نون لينير او بالساتوريشن؟ انما في الفتره اللي هي لينير بيبقى الفاي يتناسب مع الاي اف. الفاي يتناسب مع اي اف. العلاقه طبيعيه. كل ما بغير في الاي اف كل ما الفاي بيتغير معاه. وبالتالي بي ام اف وبالتالي بي ام اف تتناسب مع مين؟ مع الفاي. ده اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نوصل له، ان الاي ام اف بتتغير بتغير الفيلد كارنت او المجنتيك فيلد. لان طبعا احنا عارفين ان المجنتيك فيلد بيتناسب مع مين؟ مع الاي اف. طبعا دي جاي كلكم عارفين دي اساسا جايه من اللي هي الماجنيتو موتور فورس. الماجنيتو موتور فورس اللي هو بيساوي الان تمام في الاي على الريفرنس. ان في الاي على الريفرنس. والماجنيتو موتور فورس في الاخر اللي هو مين انا مش هنسيب اللي هو بيديني في الاخر الفا اللي هو بيديني الفا. يبقى الان في الاي على الريفرنس اللي بيديني الماجنيتو موتور فورس. فتغيرات تغير الاي اف بيديني مين؟ بيديني نفس التغير في مين؟ في الفاي لو انا في اللينير ريجن. كده استنتجنا وعرفنا ان الاي ام اف ديبند على مين؟ ديبند على الماجنتيك فيلد. يعني اي تغير في دايره الاكسايتيشن في الفيلد كارنت هيديني نفس التغير في مين؟ في الاي ام اف. هيديني نفس التغير في الـ. الحاجه الثانيه احنا خدناها اللي هي الباور. يا ريت ال فاضي يعني فاضي انت شايف ان هو فاضي كده؟ ما انت نايم انت نايم مالكش دعوه خالص. مش كل شويه هقفل واعمل اقفل المايك اقفل المايك. ماشي يا يوم تمام يا جماعه. الباور ديفولوت كلنا عارفين ان الباور ديفولوت تمام او البي اوت في حاله ايه؟ في حاله ان الباور بروسس الار اي تساوي زيرو. في حاله ان الار اي تساوي زيرو البي ديفولوت بتساوي البي اوت. يا باشمهندسين لان الباور بروسس بتساوي زيرو. ففي الحاله دي الديفولوت اللي هي الاوت. يعني ينفع نفعل من هنا نقدر نقول ايه؟ من هنا نقدر نقول ان الاوت اللي احنا خدناه اللي هي 3 اي اي طبعا الاي اللي هنا اللي احنا جنرال يعني بنكتبها اي ام اف او بنسميها الارمتشر جنريت فولتج اللي هي اي اي 3 في اي 3 في اي 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 على اكس اس ساين دلتا. طبعا احنا عارفين لو انا عايز نفس الباور نفس اللود الكلام ده كله هنعمله في حاله ان اللود ثابت. يعني الباور اوت ذا سي ما بتتغيرش. في حاله ان الباور اوت ذا سي طبعا الفولت احنا عارفين الفولت بتاع السبلاي مش هيتغير في الفولت بتاع السبلاي الفولت ثابت. والاكس اس اوريدي كونستنت يبقى اذا الاي ساين دلتا ايه؟ الاي ساين دلتا هم اللي متغيرين في المعادله. هم اللي هيتغيروا في المعادله. يبقى مع تغير الفلكس مع تغير الفلكس الاي ام اف هتتغير معايا. طيب لو انا بعمل التغير ده الفاريشن بتاع الاي اف مع نفس اللود يعني نفس اللود على الموتور ثابت. طالما نفس اللود على الموتور ثابت الموتور مش هيغير في الفولت ولا الاكس بتاعته هتتغير ولا ال وطالما برضه السرعه ما غيرتش معايا يبقى تغير الاي ام اف نتيجه الفاي فقط مش نتيجه السرعه لان اللود ثابت يا جماعه. فثبات اللود هنا معناها ان البي اوت خلص معناها ان البي اوت خلص يبقى التغير في المعادله بتاعي هيكون مع الاي ساين دلتا مع الاي ساين دلتا. نفس المعادله دي احنا واخدينها بشكل تاني البي اوت واخدينها بشكل تاني. ايه هي؟ اللي هي 3 في اي 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 كوساين البي ديفولت 3 في اي 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 كوساين سي 3 في اي 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 كوساين سي اللي هي البي اوت طبعا باعتبار طبعا ان الروتيشنال كمان بيزيد باعتبار ان الروتيشنال بيزيد في حاله الابروكسيميت في حاله الابروكسيميت 3 في اي اي كوساين سي الفولت ثابت. طب 3 رقم ثابت في السيري فيز تمام والباور دي ايه؟ الباور ثابت. طب عشان اثبت الباور يبقى مين اللي هيتغير هنا مع بعض؟ الباور كوساين سي
يبقى نتيجة إن الباور أو اللود ذا سيم، يبقى إذا اللي هيتغير في المعادلة مع تغيرات الـ I إف، لو أنا هغير في الفيلد كارنت اللي هيتغير في المعادلة هنا الـ I والكوساين سيتا. يا دكتور. الكوساين سيتا مع بعض. يبقى الجزء الثاني من المعادلة دكتور الكوساين سيتا هو اللي هيتغير. خلاص بس يا جماعة اللي عنده سؤال يركب دلوقتي. يبقى الـ I كوساين سيتا هو اللي إيه؟ هيتغير بقى في المعادلة. يبقى في ترمين لازم نلاحظهم. الـ E ساين دلتا علشان تديني نفس الباور، هم مش معنى الـ E ساين دلتا ثابت، لا. معنى ان الـ E والدلتا الاثنين هيتغيروا معايا. الـ E والدلتا والساين الزاوية دول هيتغيروا معايا. طب مين اللي هيغيروا في الـ E دول؟ في الـ E دول. لأن اتفقنا إن الـ I F هيغير في مين؟ الـ I F هيغير في الفاي، ومن ثم الـ فاي هيغير في مين؟ في الـ E N F اللي هي موجودة في الإيكويشن بتاع الجزء الأول بتاع الترم. تمام؟ يبقى الـ E والساين دلتا هيتغيروا. تمام؟ التغير بتاع الاثنين علشان يديك نفس مين؟ نفس الباور. يديلك نفس الباور. يعني لو الاي زاد ساين دلتا تاني، لو الاي زاد يبقى ساين دلتا تاني، العلاقه تكون عكسيه مع بعض عشان تسيبها. نفس الفكره هنا البي ديفولوب او هي البي اوت، البي ديفولوب هي البي اوت في حاله الاكسوسيتي. تمام؟ الاي اي لو زاد المفروض كوساين سيتا ايه؟ يقل معايا. فتغير الاي مع كوساين عكس بعض الاثنين، التغير بتاعهم عكس بعض هيديلك مين؟ هيديلك نفس الباور. فالترمين دول لازم نركز عليهم، الاي ساين دلتا والاي اي كوساين سيتا. دول موجودين فين؟ يعني القياس العصبي. والله انا عارف مش هقول، مش هتكلم تاني. مش هتكلم تاني يا جماعه، اللي فاتح السبيكر يقفله. باعتبار الاول الفيزور دايجرام بتاعنا في حاله اللاجن اللي هو فاهم. كلنا فاكرين الفيزور دايجرام. لو احنا عندنا في ريفرنس. يقول لي يا اما بلاش اللاب، انا ما قلتش حاجه ثانيه. يومنا مش عارف ايه. انت على التليفون يا يومنا ما تحاوليش كلام. انا مش عايز اللاب ليه قلت لي؟ بلغوا يومنا يا جماعه، المندوب على الدفعه يبلغ يومنا. الموضوع ده مش هيتكرر، مش هينفع تاني. ده بالنسبه لنا الدي اي، ده بالنسبه لنا شباب اللي هو الدي اي ريفرنس معانا. احنا بنعيد تاني الفيزو الاجراف علشان الجزء ده. طبعا احنا رسمنا الاول الدي ريفرنس معانا باعتبار ان الباور فاكتور في الاول جبت لاجن باور فاكتور. احنا ناخد اللود في الاول باعتبار ان هو لاجن باور فاكتور. الاي اي بالشكل ده لاجن باور فاكتور، الاي اي لاج بزاويه سي، وباعتبار ان الار اي، باعتبار ان الار اي بزيرو، يعني نجلكت للارمتشر ريزيستنس. فاللي يتبقى معايا في الدايره فقط، اللي يتبقى في الدايره هو الار، هو الاكس اس جي اكس اس فقط، هي اللي تتبقى في الدايره. وده البي اي، وده معانا الاي اي كفيزر، وده البي اي. فالار اي في الدايره في حاله الاكسجين، الار اي بزيرو. فاتفقنا بدايه الفيزور بناخد الفي اي ريفرنس، الاي اي لاج بزاويه سيتا. المفروض لو عند الاي اي في الار اي، لو الاي لو الار اي موجوده كنا هنطلع في الاتجاه المعاكس للتيار للاي اي، بنرسم الاي اي في الار اي، الاي اي في الار اي. وقلنا في الاتجاه المعاكس ليه؟ لان احنا قلنا ان اي ام اف بتساوي في ماينس اي اي في ار اي ماينس جي اي اي في اكس اس. فالماينس اللي هنا يا شباب، الماينس ده معناه ان انا همشي عكس اتجاه التيار. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنيوتن. الاي ايكوال في ماينس، فالماينس ده معناها ايه؟ ان انا لما برسم الاي اي في الار اي برسمها في عكس اتجاه التيار ده. في الجنريتور كنا بنمشي كده في نفس الاتجاه. تمام؟ عشان بعمل سمشن للمعادله. ان انا دلوقتي نيجاتيف. تمام؟ فالنيجاتيف معناها ان انا همشي في عكس الاتجاه. طيب الاي اي في الار اي مش موجود معايا، الار زيرو، يبقى هرسم الجي اي اكس اس. بيبقى عامل على مين؟ جي اي جي اي اي اكس اس عامل على الاي، عامل على الاي اي، وليكن هيبقى في الاتجاه ده اللي هو جي اي اي اكس اس. المفروض عمودي على الخط بتاع الاي اي. تمام؟ بنقفل بمين؟ بالاي اي. يبقى المحصله بتاعتك هي الاي اي. دي نقطه. تمام؟ واتفقنا
اتفقنا ان الزاويه اللي بيعملها اي مع دي الزاويه دي بنسميها دال. الزاويه دي بنسميها دال اللي هي الباور انجل. تمام يا شباب؟ طيب لو حالف بقى اللي هو يونتي باور فاكتور، لو يونتي باور فاكتور هيترسم اي اي في الاتجاه ده، في حاله الاي دي هيترسم في الاتجاه ده. تمام؟ في حاله اليونتي هيبقى كده انفيز الاي اي، في حاله الليدنج الاي اي هيترسم في الاتجاه ده. الحاجه اللي انا عايز اقولها ايه بقى يا جماعه؟ لو انا خدنا ناخد القلم في اللون ده، لو خدنا مثلا المحور اللي هو اوف كده، وده هيبقى الاسقاط بتاع مين؟ هيبقى الاسقاط بتاع الضلع ده. يعني ناخد الضلع ده ونشوف الاسقاط بتاعه ايه. طبعا الضلع ده هو اي اي. لو جبنا المحصله بتاعته او المركبه بتاعته في اتجاه الفي هيبقى اي كوساين دل، هيبقى اي كوساين دل. لكن لو جبناها في المركبه دي اللي هي المركبه الرئيسيه هيبقى اي اي ساين دل. يبقى الاي ام اف لو جبناها في الاتجاه الفي المركبه بتاعته في الاتجاه الافقي هنضرب في كوساين الزاويه، في المركبه الرئيسيه هنضرب في كوساين الزاويه المقابل، يبقى اي اي ساين دل. هو الضلع ده يا جماعه الضلع. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الاي اي. فين الاي اي في الاتجاه المركبه الافقيه؟ هيبقى اي اي اكس اي 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 كوساين سي اللي هو ده يا شباب. ناخد الاتجاه وليكن الازمه ده. ناخد في الاتجاه ايه؟ ناخد في الاتجاه ده. يبقى الخط الرأس ده يا جماعه معناها ان انا هعمل حدود او ليميت لمركبه الاي اي في اتجاه الفي. مركبه الاي اي في اتجاه الفي المركبه دي من الاوريجن هنا، المركبه دي هي الاي اي كوساين سي. تمام؟ والمركبه دي كلها اللي هي الليمت بتاع الاي اي، الليمت بتاع الاي اي كمركبه رئيسيه هو اي اي ساين دل. تمام؟ ممكن نغير في الاي ام اف على حسب مين؟ على حسب الفورم. يعني ممكن الاي ام اف نغيرها من خلال الاكسايتيشن كارد. يعني لما اقول الاي تتناسب مع فاي هي بالظبط لما اقول الاي تتناسب مع الاي اف. هي لما اقول الاي تتناسب مع فاي. يعني لو غيرت في الاي اف اللي هو الفيلد كارد هغير في الاي ام اف. بس الاي ام اف لما تيجي تتغير هتتغير على الحدود بتاع اللاين ده اللي هو اللاين الاحمر. الماجنتود بيزيد او يقل بس في نفس الوقت على المحور او الاسقاط، يعني اللوكس بتاع الخط اللي هو الداش ده الاحمر ده اللوكس بتاعي هو اي اي بيجي للمركبه بتاعت الاي اي ساين، بحيث ان دايما المركبه دي دايما تبقى ثابته. المركبه دي الرئيسيه دايما تبقى ثابته. انا عندي سي مثلا، سي مثلا دي دلتا واحد، سي دي دلتا واحد ودي اي واحد، يبقى الاي اي واحد ساين دلتا هي هتبقى اي اتنين ساين دلتا اتنين، هي هتبقى في الحاله الثانيه. طبعا الاي مختلف والدلتا مختلف، الاي هتختلف والدلتا هتختلف. مثلا لو عندي سيتا اتنين او سيتا تلاته او سيتا اربعه، كل فيزور دايجرام كل فيزور دايجرام هيديني اي ام اف ودلتا مختلفه، بس الاسقاط بتاع الاي في المركبه الرئيسيه انا محتاجه دايما متساوي، محتاج الاي ساين دلتا دايما متساوي. ليه يا شباب؟ لان الباور زي ما اتفقنا 3 في اي على اكس اس ساين دلتا، فاحنا محتاجين الاي ساين دلتا ده ترم دايما يبقى ثابت معانا. تمام؟ نفترض مثلا ان احنا هناخد فيزور دايجرام، نفترض الفيزور دايجرام تاني هنرسمه على الرسمه دي. في حاله ان الاي يونيتي، الاي يونيتي، يونيتي معناها ان الاي اي، الاي اي هيبقى في الحاله دي انفيز مع الفي. طيب لما بنيجي بقى لنهايه الفي بنرسم مين؟ الاي في الاكس. الاي في الاكس هنرسمها في الاتجاه ده، عمود على الاي اي، يعني هننزل كده، هننزل في الاتجاه ده، هنرسم الاي في مين؟ الاي في الاكس، هنرسم الاي في الاكس. يبقى الخط الازرق ده هو الاي في الاكس. لما نيجي بقى نقفل بالمحصله بتاعتك هروح دي شويه دلوقتي، خلي بالك هنا لما نرسم الخط الازرق ده هو اي اي اكس اس او جي اي اي اكس اس. في حاله مين؟ في حاله اللي هي اليونيتي باور فاكتور، عمودي على الاي اي. بنقفل بمين؟ بنقفل بالمحصله اللي هي
المحصلة اللي هي الـE. تمام يا شباب؟ يبقى دي الـE. الـE هي الجديدة، وليكن ده الـE داش، تمام؟ أو الـE2، نخلي دي الـE2، ودي الـE1، تمام؟ E1 كانت عاملة لك دلتا كام؟ كانت عاملة دلتا 1. طب E2 هتعمل لك دلتا 2. تمام؟ وده اي واحد والاي ده اي اثنين. ده كان لاجنج باور فاكتور، كان مديني اي واحد. لما كان يونتي باور فاكتور اداني اي اثنين. كل اي ام اف عامله زاويه دلتا بينها وبين دلتا. في الحاله الاولانيه دلتا واحد اكبر من دلتا اثنين. تمام؟ الغرض من الرسم ده ايه؟ ان بيوضح لك ان في الحالتين الاي ام اف في الحاله الاولانيه اقل من الاي ام اف في الحاله الثانيه. طب ايه اللي زود الاي ام اف؟ اللي زود الاي ام اف ان احنا زودنا في مين؟ زودنا في الاي اف. لما زودنا في الفيلد كارنت الاي ام اف زاد. الاي ام اف زاد، الماجنتود بتاعها زاد. تمام؟ طيب المركبه بقى الرئيسيه بتاعتنا، المركبه الرئيسيه بتاعتنا اللي هو ده. اللي هو ده. اللي هو الاي اي ساين دلتا. اي اي ام اف سواء كان واحد او الاي اثنين المركبه دي يا شباب اللي هي الاي ساين دلتا. الاي اتغيرت والدلتا اتغيرت. بس الاي ساين دلتا في اي حاله سواء كانت الحاله الاولانيه او الحاله الثانيه او لو في حالات ثانيه الاي ساين دلتا دايما تبقى ايه؟ تبقى ثابته معايا. ونفس الفكره برضه الاي واحد في كوساين زيتا هي الاي اثنين في كوساين زيتا. تمام؟ اي واحد في كوساين الزاويه هي اي اثنين في كوساين الزاويه. ليه؟ لان المركبه دي اللي هي اتجاه الاي اي في الاتجاه الافقي بنضرب في كوساين الزاويه، فاي اي في كوساين الزاويه دايما بايه؟ دايما بيبقى ثابت. ده اللي انا عايز ايه؟ اللي انا عايز اقدمه لكم من المسئله دي ان مع تغيرات الاي اف بيغير لي في الاي ام اف كمان اللي تقول. بس احنا بنغير في الاي اف فقط. بنغير في الاي اف فقط. اللود ذا سيم، اللود ثابت، وبالتالي الباور اللي ممكن هيسحبها من السبلاي ثابته اللي هو اوريدي بتتغير بتغيرات الاحمال. الباور سبلاي من الموتور ثابته لان الاحمال ثابته. والسرعه ذا سيم، السرعه ما اتغيرتش. مين الوحيد اللي اتغير؟ هو الاي اف. يبقى ماجنتيود الاي ام اف ثابت. طب ايه اللي هيغير ده او ايه اللي هيتغير بتغير الاي اف؟ هيتغير ماجنتيود الاي ام اف والدلتا. والاثنين لما بيتغيروا بيدي لك نفس الباور. بيدي لك نفس مين؟ نفس الباور. ليه؟ لان الاي ساين دلتا الاثنين مع بعض ايه؟ الاثنين مع بعض ثابت. الاثنين مع بعض تغيرهم تديك حاجه ثابته. تغيرهم مع بعض تديك حاجه ثابته. بكده يا جماعه الجزئيه دي انا اخدتها. ندخل بقى على الباور بوينت. دكتور سؤال. اتفضل يا دكتور. هو الخط اللي بالعرض ده اللي هو الداش فين؟ اللي هو ده بالعرض 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 مش اه ده لا 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 تحت تحت هو ده وده صح؟ ايوه اللي تحت ده تمام هو ده اللوكس بتاع الاي ام ده الايه؟ ده حدود الاي ام ماشي طب ده عمودي على الخط اللي نزل من في ايه ده؟ تمام ولا ده ولا تقصد ده؟ ايوه ده عمودي عليه بقى؟ لا هو انا رسمت عمودي على الاي اي هو الاي اي في الاكس اس ده الاي اي في الاكس اس ده عمودي على الاي اي اللي هنا والاي اي ده طبعا يوازي دي طبعا يوازي دي كحاله اليونتي كحاله اليونتي كحاله اليونتي باور تمام ماشي والجي اكس اس ده اللي هو الخط بالطول الجي اي اي الجي اي اي اكس اس ده هنسحبه من هنا واكتب لك هنا وانا بس عشان رسمت اتنين بيزو مع بعض اتنين بيزو مع بعض حط الاسود ده اللي هو جي اي اي اكس اس بس اي اي واحد والازرق ده اي اي اثنين تمام الاي اي اكس اس والاي اي اكس اس اي واحد فيهم عمودي على الاي اي الاي اي واحد بس معمول عليه الاي اي اكس اس تمام والازرق ده الاي اي 2 اكس اس معمول على الاي اي 2 تمام هو ال1 و2 دول فين في السيركت دي؟ نقفل بقى ايه الجزئيه دي تدخل بقى على ايه؟ انا موجود في الفيز على موجود في الداتا
الشرط اللي انا شرحته اللي وضحته ده العنوان ده زي افكت اوف فيلد كارنت تشينجز فور اسينكرونس تاثير تغيرات الفيلد كارنت على سينكرونس. الهدف من السلايد اللي موجوده قدامنا يا شباب ان هو بيوضحها وبيفكرنا ان معادله البي ديفلوب بتساوي 3 في اي سايد بيت على الاكسس. الهدف من الكلام اللي مكتوب ايه؟ ان طالما ان احنا ما غيرناش في اللود بتاع الموتور يعني الباور از سيم الباور از سيم كل ما بتغير الاحمال الموتور هيبعت باور اعلى. سي مثلا انت بتزود اللود يبقى الموتور مطالب ان هو يدي لك باور اعلى نتيجه زياده الاحمال. فالباور اوريدي هتبقى ثابته لان الاحمال ثابته يبقى البي ديفولت اوريدي هتبقى كله ثابت معايا. طالما البي ديفولت ثابته معايا والفولت ثابت والاكس اس ثابت يبقى مين اللي هيغير في المعادله؟ الاي والساين دلتا. امتى طب الاي بتتغير؟ لو انا غيرت في الفيلد كارنت اللي هو العنوان اللي فوق ده يبقى تاثير تغير الفيلد كارنت هيتغير في الاي ماف. وطبعا ده جاي من المعادله اللي احنا قلنا عليها الاي بتساوي كي 5 اوميجا كي 5 اوميجا. فالاي اف بيتغير الفلكس بيتغير وبالتالي الاي بتتغير. طب الاي هتتغير لوحدها مع نفس الباور؟ طبعا لا استحاله استحاله الاي لوحدها تتغير والباور تتسحب. فايه اللي هيتغير قصاد منها؟ الدلتا. وبالتالي الساين دلتا ايه؟ هيتغير. علشان كده قال لك عند نفس الباور الاي والساين دلتا الاثنين بيتغيروا مع بعض بس التغير ده بيكون عكسي علشان دي نفس مين؟ نفس الباور. نفس اللي احنا خدناه من هنا هو هو البي انول. طبعا البي انول اللي هي 3 بي اي وساين ثيتا اللي انا كنت كاتبها الاول هي الانول. لو انا نسيت كنت كاتبها الاوت يا جماعه بره هي دي الانبوت مش الاوت هي الاوت في الجنريتور لكن في الموتور دي بتبقى الانبوت حاله ان الكبر بتساوي زيرو. فالباور انبوت اللي هي الالكتريكال انبوت باور اللي داخل على الموتور مش هتتغير برضه. ليه؟ لان الاحمال ثابته يبقى الالكتريك باور اللي داخل على الموتور مش هتتغير طالما الاحمال ثابته. تمام كده؟ يبقى 3 في اي كوساين سي. مين بقى اللي هيتغير هنا؟ تغير الفيلد كارنت اتفقنا الاي بي هيتغير وكوساين ثيتا برضه مين؟ هيتغير معايا. تمام كده يا جماعه؟ والاثنين دول هيتغيروا عكس بعض بحيث ان الباور انبوت تبقى ذا سيم. يعني لو التيار زاد الكوساين ثيتا بيقل عشان يديك نفس الايه؟ الام باور. تمام؟ ما عرفتش كل شويه انا مش عارف مش دارين على اي حاجه ولا بتاع. شهاب سيد شهاب سيد تمنع الكلام يا شهاب. الفيزور دايجرام اللي احنا كاتبينه هنا يا شباب طبعا الشرح اللي موجود فوق ده هو هو اللي انا قلته من شويه الاي اي كوساين ثيتا اللي هو المركبه اللي هنا يا شباب المركبه اللي هنا وكاتب لك جنبها تتناسب مع الباور وايه بحيث ان الباور سين الباور بولس. فلازم الضلع ده لازم الضلع ده عند اي فيزور دايجرام. طبعا الناس اللي هي هتشوف الشكل ده الشكل ده ما يفرقش عن اللي انا عامله على البورد هو بس الفكره ان هنا عمل ثلاثه او اربعه فيزور دايجرام والاربعه مرسومين فوق بعضهم. الحاله الاولانيه الاي اي 1 كانت لاج الاي اي 1 كانت لاج. الحاله الثانيه اي اي 2 كانت يونيتي باور فاكتور. الحاله الثالثه كانت ليدنج باور فاكتور اي اي 3. الحاله الرابعه برضه ايه؟ مور ليدنج باور فاكتور اللي هي الاي اي 4. يبقى هنا اربعه فيزور دايجرام على نفس المحاور بتاعتها. تمام كده يا شباب؟ اي مركبه بتاعت الاي اي في قوسين الزاويه اللي بينهم كل اي اي ليه زاويه ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4. كل مركبه من الاي اي لما نيجي نحللها في الاتجاه اللي هو الافقي بتيجي الحدود من اول الاورجن ده لحد الايه؟ لحد الحته دي. فالضلع ده يا شباب الضلع ده هو اي اي في قوسين الزاويه ده اي اي في قوسين ثيتا ده لما تيجي الاي اي 3 تنزل بيه تحت في المركبه الافقيه بيبقى اي اي قوسين ثيتا اي 4 برضه في كوساين ثيتا 4 وهكذا. اي 1 اللي تحت ده لما تجيب المركبه بتاعته في الاتجاه الافقي هيبقى اي 1 في كوساين ثيتا 1. تمام؟ كل اي اي في كوساين ثيتا ده رقم ثابت. اي 1 في كوساين ثيتا 1 هو هو اي 2 في كوساين ثيتا 2 هو هو اي 3 في كوساين ثيتا 3. كل التيار في كوساين ثيتا بتاعته بيديك نفس التيار اللي قبل منه في كوساين ثيتا بتاعته. يعني اي كارنت في كوساين ثيتا الزاويه رقم ثابت. تمام؟ ليه يا جماعه؟ عشان يديك نفس الباور. عشان يديك نفس مين؟ الباور. نفس الفكره هنا اللوكس بتاع الاي ام اف اللي احنا عاملينه تحت ده الاي 1 طبعا اقل من اي 2 اقل من اي 3 اقل من اي 4. ليه؟ لان اي اف 1 اقل من اي اف 2 اقل من اي اف 3 اقل من مين؟ من اي اف 4. يعني كل مره بزود في الاي اف. اي اف 1 زودتها اي اف 2 اديني اي 2 اداني اي 2 بعد كده زودتها لاي اف 3 اداني اي 3 زودتها لاي اف 4 اداني اي 4. كل ما بزود في الاي اف
في الفيلد كارنت كل ما بيزودي في الماجنتيود بتاع الاي ام اف. وطبعا الدلتا بتتغير، الدلتا بتقل معايا، الدلتا بتقل زي ما انتم شايفين، دلتا واحد دي كلها، دلتا اثنين اللي هي الحته، دلتا ثلاثه ما بين الخط الثالث والفي، دلتا اربعه اخر واحده ما بين الاي اربعه والفي. فالدلتا بتقل والاي بتزيد، علشان كده اي ساين دلتا اللي هي المركبه الراسيه دي، اي وتر من الخطوط دي كلها اي واحد في ساين دلتا واحد. المركبه الراسيه اللي هي بره دي. اي 2 كوساين دلتا 2 المركبه اللي بره وهكذا. يبقى كل الاضلاع اللي بره دي يا شباب او كل الخطوط اللي بتاعت الاي ام اف لما تيجي تحللها في الاتجاه الراسي بيجي لك اي ساين دلتا. واي ساين دلتا عند اي باور فاكتور من الاربعه اللي موجودين رقم ثاني. اي 1 ساين دلتا 1 هي اي 2 ساين دلتا 2 هي اي 3 ساين دلتا 3 هي اي 4 ساين دلتا 4. ليه؟ لان المركبه الرئيسيه كلها رقم ثابت، خط ثابت ما بيتغيرش. تمام يا شباب؟ وليه خط ثابت ما بيتغيرش؟ لان الباور از سيم. المطر بيجبر على كده، خلي بالك مش مزاجك، مش انت اللي بتصمم ده، لا هو مجبر على كده لان اللود ثابت، الاول بتاعته ثابته، وبالتالي الاي ساين دلتا الاثنين مع بعض اوتوماتيك بيتغيروا مع بعض. والتغيرين دول بيديك نفس الايه؟ نفس الباور. تمام يا شباب؟ لما نيجي بقى نرسم العلاقه، ايه اللي بيحصل يا شباب؟ اللي بيحصل ان في الحاله الاولانيه كنت عند اي اف 1. ايه اللي حصل؟ زودت اي اف 2. فالاي 1 زادت الاي 2. تمام؟ بعد كده زودت اي اف وصلتها اي اف 3. اداني اي 3. طب ايه اللي بيحصل في التيارات؟ التيار في الاول كان لاج. تمام؟ بعد كده بيبقى يونتي. ممكن يفضل لاج في الاول برضه، بيفضل شويه لاج، اي 2 ممكن يبقى لاج، واي 3 ممكن يبقى لاج، على حسب الاي اف بتتغير بنسبه قد ايه. يبقى كل ما بزود في الاي اف كل ما الباور فاكتور ما بيقلب نفسه باللاج ثم اليونتي ثم مين؟ الليجن. يبقى في الاول كان لاج عند اي اف 1، وبعد كده كان يونتي عند اي اف 2، وبعد كده كان ليدنج لما كان الاي اف 3 اللي هو الفيلد كارنت. وبعد كده كل ما بتزود برضه في الاي اف كل ما الباور فاكتور بيتغير وبيتغير مين؟ الجمهور كيلو. بجد انتوا مقرفين النهارده. انا مين بس ان اقول شهاب وقول يوم الاثنين كده عاملين معايا، مين تاني فاتح المايك؟ محمد سيد محمد، ماشي يا محمد. تمام كده يا جماعه؟ الجماعه اللي انا قلتهم النهارده يا شباب دول تمام؟ شهاب ويمنى ومحمد سيد دول ما لهمش درجات خالص في اي محاضره ما لهمش اي درجه. فكل ما بغير في الاي اف يا شباب كل ما الباور فاكتور ما بيتغير وبيرقل نفسه من لاجن بيرقل نفسه اليونتي ثم بعد كده مين؟ الليدنج باور فاكتور. فده ملخص الايه؟ الفيلم بتاع النهارده، ان تغير الفيلد كارنت بيغير في الكاركترستيك بتاع الموتور. يعني ممكن يبقى شغال لاجن باور فاكتور وممكن يبقى شغال يونتي وممكن يبقى شغال مين؟ ليدنج باور فاكتور. الفيصل ما بين اللاجن والليدنج هو اليونتي، هو حته اليونتي اللي هنا دي الفيصل بتاعنا ما بين اللاجن وما بين مين؟ الليدنج باور فاكتور. يعني نقدر نقول دلوقتي لو انا جوه المعمل في ماده الماشين ماده التست اكيد خدتوا تجربه بتقدر تغير منها الاكسايتيشن كارنت اللي هو الاي اف، وكل ما بغير في الاي اف اللي هو الفيلد كارنت كل ما بغير في الباور فاكتور بتاع الموتور، كل ما بغير عند نفس اللود كل ما بغير في مين؟ في الباور فاكتور بتاع الموتور. يعني ممكن في الاول ابدا بلادنج باور فاكتور، اي اف ده بيكون صغير، كل ما زود الاي اف تمام كل ما يديني باور فاكتور متغير، يعني ايه؟ لادنج في الاول ثم يونتي ثم ايه؟ الباور فاكتور طبعا بيزيد الباور فاكتور لان زو بتقل، فالباور فاكتور بيزيد معاه لحد ما يوصل لواحد، سي مثلا بيبقى 6 من 10 او 8 من 10 بيوصل لحد واحد اللي هو يونتي، وبعد كده يقلب نفسه الموتور يبقى ايه؟ يبقى بدل ما كان اندكتيف لود الموتور بيقلب نفسه الكاباسيتيف لود، يبقى ليدنج باور فاكتور. يعني ايه؟ يعني شغال كانه كوندنسر، شغال كانه ايه؟ كوندنسر. في الحاله دي نقدر هنا نوظف الموتور في تحسين الباور فاكتور، نستخدمه في تحسين الباور فاكتور. ليه يا شباب؟ لان لما يكون كاباسيتيف لود معناها ان هو بيدي رياكتيف باور. ديليفرنج رياكتيف باور. انما في حاله اللاجنج بيبقى كونسيومد رياكتيف باور. لما انا شغال في حاله اللاجنج معناها هنا ان انا بستهلك رياكتيف باور، بستهلك رياكتيف باور. في حاله الليدنج باور فاكتور معناها ان انا او الموتور معناها ان هو بيبعت رياكتيف باور، يعني ديليفرنج رياكتيف باور، بيستهلك ممكن نقول بيستهلك رياكتيف باور بالنيجاتيف او سيندنج رياكتيف باور، او هو بيبعت رياكتيف باور بالبوزيتيف. يعني زي المكثف،
ولذلك من الوظائف بتاعته هنا او من الخصائص بتاعته ان احنا نقدر نشغله في حاله الليدنج باور فاكتور ونستفيد منه هنا كانه كوندنسر وبيدينا رياكتيف باور ونقدر نحسن بيها استهلاك الرياكتيف باور على الشبكه وبالتالي بنحسن من الباور فاكتور بتاعه الاحمال الاخرى. يعني ممكن السنكرونس موتور ده اوصله مع الاندكشن موتور بس ده بيكون في حاله اللود مثلا يعني احمال خفيفه وممكن ويز لود برضه ممكن في حاله اللودنج مفيش اي مشكله بس في الحاله دي هشغله على الليدنج باور فاكتور ويقدر بالوظيفه دي او بالخاصيه دي احسن بيها الباور فاكتور بتاعت الاحمال الاخرى اللي موجوده على الشبكه وليكن مثلا الاندكشن موتورز ولا ايا كان بقى الاحمال اللي هي بتبقى الباور فاكتور بتاعتها قليله. ده شكل الفيزور ديجرام في حاله تغيير الاي اف عند نفس اللود. الهدف من الفيزور ده بيوضح لك حاجتين ان الاي اي كوساين ثيتا عند اي باور فاكتور ذا سيم عند اي باور فاكتور ذا سيم اي اي كوساين ثيتا ثابته. وهنا برضه بيوضح لك في الجنب ده ان اي اي ساين دلتا اللي هي المركبه الناقصيه دي ذا سيم عند اي اي ام اف عند اي اي ام اف بتاعت الباور فاكتور المختلفه. تمام؟ الاي ساين دلتا ذا سيم ليه؟ عشان يديك نفس مين؟ نفس الباور. من هنا قدرنا نعمل ايه بقى؟ قدرنا ناخد حاجه اسمها في كيرف نستنتج علاقه اسمها الفي كيرف. الفي كيرف ده بيوضح لنا ايه يا شباب؟ بيوضح لنا اللي احنا شرحناه بس بشكل جراف صغير، بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الاي اف بتاعنا وليكن انا بادئ مثلا من الاي اف ده. الاي اف ده مثلا يا شباب اللي هو وليكن هنا عند النقطه دي. يعني لما تنزل اول حاجه في الكيرف ده اول حاجه في الكيرف ده اللي هي النقطه وليكن النقطه دي. الاسقاط بتاعها تحت بيديني الاي اف اللي هو الاي اف واحد. تمام؟ كان بيديلك ايه هنا؟ الاي واحد. يبقى انت بترسم علاقه ما بين الاي والاي اف، الاي اف والاي اي. تمام؟ الاي اف ومين والاي اي. عند النقطه دي كان عندك اي اف واحد تحت. الاحداثيات بتاعها على محور الواي بتديله الاي واحد وليكن هنا مش ناقصين وليكن هنا الاي واحد بالنظر كده مش ناقصين الاي واحد ده الاي واحد كماجنتيود الاي واحد كماجنتيود الضلع ده اكبر من الاي اثنين ولا لا؟ اكبر منه الاي واحد اكبر من ده. تمام؟ يبقى الجزء ده او الخط ده اكبر من الاي واحد وأكبر. ولو رسم اي مثلا ده هنا هيكون برضه اكبر منه، ولو رسم اي هنا تاني هيبقى برضه اكبر منه. يعني كل ما بمشي لفوق كل ما الاي ما بيبدأ يرجع لحد اليونتي معناها ان الاي بيبدا يقل. الاي بيبدا يقل. يبقى انت بتبدا في الاول اي اف واحد اي اف واحد بيدي لك اي واحد. كل ما بزود في الفيلد كارنت بقى كل ما الكونتر بيبدا يقل. التيار بيبدا يقل لحد مين؟ لحد اليونتي. لحد اليونتي باور فاكتور. اقل تيار في حاله اليونتي باور فاكتور اقل تيار في حاله اليونتي باور فاكتور. تمام؟ ان الاي واحد اكبر من الاي اي اي واحد اكبر من الاي اي واحد كنت لاج اي واحد كنت لاج اي اثنين كنت يونتي باور فاكتور اي واحد في الريجن اللي هنا لاج باور فاكتور. يعني الخط ده مش كونسين الخط اللي هو الداش ده اليونتي ده الفيصل اللي على الشمال ده اللاج أنا هنا منطقة اللاجن، اللي على اليمين منطقة اليمين. الفيصل بينهم هو مين؟ اليونتي باور فاكتور. يعني النقاط اللي تحت المينيموم دي معناها إن أنا عندي المينيموم أي إيه والمينيموم أي إيه بيكون في حالة اليونتي باور فاكتور. سواء للكيرف ده أو للكيرف ده أو للكيرف ده. لو عندك 20 كيرف واخدين شكل الفي حرف الفي عشان كده بنسميه في كيرف. لو عندك 20 كيرف واخدين نفس الشكل ده اللي هو الفي كيرف عند نقطة المينيموم بتاع كل كيرف الاي اي بيكون اقل ايه؟ اقل ما يمكن. تمام؟ وبيكون اعلى ما يمكن لو الاي اف بيكون صغير جدا. لما بيكون الاي اف بيكون صغير جدا هنا بيكون الاي اي اعلى ما يمكن. كل ما بزود في الاي اف بيحصل ايه؟ التيار بتاع الكونشن بيبدا يقل لحد ما يقل. كل ما زود في الاي اف يبدا يعلى تاني. ليه؟ لان الموتور قلب نفسه من لاجن قلب نفسه لليمين. في الرسم اللي احنا شفناه هنا الاي اي واحد كان لاجن. بعد كده بزود في الاي اف بلاقي الاي اي بيقل نزل لحد مين؟ لحد المينيموم اللي هو اقل ما يمكن الاي اي اللي هو الريت مثلا بتاع الاي اي. تمام؟ بعد كده زودت في الاي اف فبلاقي الموتور قلب نفسه من يونتي او من لاجن ثم يونتي ثم ليدنج باور فاكتور بيبدا التيار يزيد تاني زاد الاي اي 3 وبعد كده زاد لمين؟ لاي اي 4. يبقى في كل مرحله التيار بيزيد الاي اي بيزيد الاي اي اسف الاي اف بيزيد بس الاي اي بيبدا يقل لحد مين؟ اليونتي. بيبقى الاي اي اقل ما يمكن اهو اقل ما يمكن على محور الواي اقل نقطه. وبعد كده لما بزود في الاي اف ده اتجاه الزياده في الاي اف انا لسه بزود في الاي اف
فبلاقي التيار بعد ما نزل لاقل قيمه اللي هي المينيمم بيبدا التيار ثاني يزيد، بس الباور فاكتور بدل ما كان لاج بقى مين؟ بقى ليدي باور فاكتور. تمام كده؟ واضح كده يا شباب؟ في كل المراحل دي الباور ذا سيم، الباور ذا سيم، يعني الباور اللي على اللود ثابته والباور اللي بيسحبها الموتور من السبلاي ثابته. تمام؟ اللي بتغير مين؟ الاي اف والاي اي والباور فاكتور. مره يبقى لاج وبعد كده بيبقى يونيتي وبعد كده بيبقى ليد. ولما بتبدا الاول ببدا باي اف صغير بيبقى الباور فاكتور لاج وبعد كده بيبقى يونيتي كل ما ازود الاي اف وبعد كده برضه بزود في الاي اف بس الباور فاكتور بيقلل نفسه في ايه؟ بيبقى ليدنج والارمشر كارد بيبدا يزيد تاني. طب الكيرف الاولاني ده في حاله النو لود يعني شغل الموتور مش محمل نو لود. نو لود يعني مش حاطط اي احمال على الشغل. طب الحاله الكيرف الثاني لا زودت التحميل شويه يعني حطيت يعني انا بقى يعني نعتبرها ازاي يا جماعه؟ بغير في الاحمال واثبت اللود على الوضع الجديد وابدا اغير في الاي اف. يعني لو انت في المعمل بحمل الاول مثلا بي واحد بي واحد وليكن مثلا واحد بورس باور وتيجي على الاكزايتيشن تبدا من الصفر او من رقم مينيموم وليكن مثلا 2 امبير وتبدا تزود في الاي اف وترسم الكيرف الاولاني وتيجي تفصل الموتور بتاعك وتدخل حمل جديد وليكن بي 2 وليكن بي 2 تمام وتبدا من الاول باي اف صغير وتشوف رسمه الكيرف تبقى ماشيه ازاي وتزود في الاي اف تفضل تزود في الاي اف وتاخد جرايات الاي اي تمام. الحاله الايه؟ الحاله الثانيه او الثالثه تحمل بقى احمال ايه؟ فول لود يعني بارشال لود جزء من اللود. في الاول نو لود مفيش احمال بعد كده زودت اللود بارشال لود بعد كده فول لود. عند الفول لود طبعا الاي بيبقى اعلى طبعا كل ما بزود في الاحمال كل ما التيارات بتزيد اصلا يعني الكيرف ده ليه تيارات بتاعته اعلى من ده اعلى من ده بس كل كيرف يا باشمهندسين عند الحمل بتاعه هو فقط بغير في الاي اف والاي اي. الكيرف الجديد معناه ان انا جبت حمل جديد مختلف تماما وببدا من جديد بغير في الاي اف واشوف الاي اي. ببدا لاج دي باور فاكتور بعد كده بيبقى يونيتي بعد كده بيبقى دي. بس هو رسمت لك كذا كيرف بيعرفك بس ان الكيرفز دي مختلفه باختلافات الاحمال ما بينها وما بين بعض. بس كل حمل يا شباب الحمل بتاعه لا يتغير اثناء التغيير بتاع الاي اف. ما بغيرش الاي اف واللود لا اللود ثابت مع تغير الاي اف. في اكزامبل في جزئيه هنا بتوضح لنا برضه حاجه ونركز فيها اللي هو بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا طبعا الرسمه دي فيزوال ديجرام ده في حاله اللاجنج باور فاكتور. اللاجنج باور فاكتور اللي انا رسمها على البورد من شويه في حاله اللاجنج باور فاكتور. المركبه بتاعت الاي ام اف في اتجاه الفولت هي اي كوساين هي اي اي كوساين دلتا تمام؟ وده الفي يبقى ده الفي ريفرنس معايا وده الاي ام اف بعد ما رسمنا الفيزور لو جبت الاسقاط بتاعه على المركبه الافقيه هيديني اي اي كوساين دلتا تمام؟ اي اي كوساين دلتا اللي هي من اول الاوريجن زيرو لحد الايه؟ الخط ده. الضلع ده يا جماعه هو الاي اي في كوساين الزاويه تمام؟ ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الاي اي كوساين دلتا اقل من الفي. ملاحظ ان هو اقل من الفي تمام؟ نركن دي على جنب. تعالوا هنا في الفيزور ديجرام ده. الفيزور ديجرام ده ايه؟ في حاله الليدنج باور فاكتور. الاي اي مرسوم فوق بيسبق الفولت بيسبق الفولت بزاويه سي. لما احنا رسمنا الفيزور ديجرام قبل كده بتاع الموتور في حاله الليدنج باور فاكتور كان شكل الاي ام اف بيطلع هنا. الاي ام اف بتبقى المحصله بتاعتها كبيره شويه في حاله الاي تمام؟ لما نيجي نجيب الاسقاط بتاع الاي ام اف في المركبه الافقيه بنقول الاي اي اللي هو الضلع ده في كوساين الزاويه دي اللي هي الدلتا. يبقى لما نعمل اسقاط للاي ام اف هنا وناخد من اول النقطه دي لحد الاوريجن هنا هيديني الاي اي كوساين دلتا. يبقى اللي هي المسافه الخط ده كله يا شباب اللي هو الاي اي كوساين دلتا. ملاحظ ايه من هنا؟ ملاحظ ان الاي اي كوساين دلتا الخط ده اكبر من الفي اكبر من الفي. يبقى نقدر نفهم ايه؟ نفهم في الحاله الاولانيه الاي ام اف الاي اي كوساين دلتا الخط الاولاني في المركبه دي الاي اي كوساين دلتا اقل من الفي اقل من الفي. في الحاله الثانيه الاي اي كوساين دلتا اللي هو الضلع الكبير ده تمام اكبر من الفي. يبقى انا عندي حالتين مره الاي كوساين دلتا اقل من الفي في حاله اللاج ومره اكبر من الفي في حاله الليدنج. وتركزوا في الكلام ده يا جماعه علشان الاسئله النظري بتبقى في المعاني البسيطه دي يا ريت تركزوا فيها. الحاله دي بنسميها ايه والحاله دي بنسميها ايه؟ قال لك الحاله الاولانيه في حاله اللاجنج كارنت هنا الموتور كونسيومز كيو تمام بيستهلك رياكتيف باور بياخد من الشبكه رياكتيف باور. هو طبعا بياخد اكتف ورياكتيف يعني الحاله دي بياخد اكتف هو اوريدي في اي حاله بياخد اكتف يعني الموتور اصلا عشان يشتغل بياخد اكتف بياخد باور
بس بياخد باور سواء كان لاب او ليد اللي هو الباور الاكتف باور. لكن امتى ياخد رياكتف باور وامتى يدي رياكتف باور؟ ده اللي بنتكلم فيها. امتى ياخد رياكتف باور؟ امتى ياخد كيو من الشبكه يعني كونسيومز كيو، وامتى يدي او سبلايز كيو يعني امتى ياخد كيو من الشبكه وامتى يدي كيو للشبكه. في حاله اللاجنج باور فاكتور لما تبقى الاي اي كوساين دلتا اقل من الفي، هنا المودل هيدي رياكتف باور ولا هياخد رياكتف باور؟ هياخد رياكتف باور. في الحاله دي المودل هيستهلك رياكتف باور، هيستهلك رياكتف باور بنسميها كونسيومز كيو. في الحاله الثانيه بقى اللي بنسميها اندر اكسايتد، اندر اكسايتد تمام. الحاله الثانيه لما الاي اي كوساين دلتا تكون اكبر من الفي، هنا المودل سبلايز رياكتف باور، بيدي رياكتف باور زي الكوندنسر. وفي الحاله دي بنسميها ايه؟ اوفر اكسايتد. بنسميها ايه؟ اوفر اكسايتد. يعني الاي اف بيكون اعلى ما يمكن بقى في الحاله دي. الاي اف خلاص انت وصلت لمرحله هو بتاع الاكسايتيشن سيستم، انت عمال تزود في الاي اف، عمال تزود تزود تزود. الفتره دي او الريجون دي بنسميها الاوفر اكسايتد. الماشينز بتاعتك اوفر اكسايتد هنا، انت بتاخد منها اي اف بصوره كبيره في حاله الليدنج باور. وفي الحاله دي بتدي رياكتف باور، سبلايز رياكتف باور. انما في حاله لما يكون الاي اف بيكون صغير في المنطقه الريجون دي، الاي اف بيكون صغير، فدي بسميها اندر اكسايتد، بسميها اندر اكسايتد ريجون. في الحاله دي بيكون الموتور لاجنج باور فاكتور، بيكون لاجنج باور فاكتور. تمام؟ وفي الحاله دي هو اللي بياخد رياكتف باور من الشبكه. بياخد الاكتف باور من الشبكه علشان يعمل كومبنسيشن للاكسايتيشن كارنت يعني، والماشينز هنا بتبقى كانها اندكتيف لود، كانها اندكتيف لود، انما هنا كانها كباسيتيف لود في حاله الليدنج باور فاكتور. المعاني دي محتاجين نعرفها كويس، ان الموتور في الحاله الاولانيه السيت تو بي اندر اكسايتد، وفي الحاله الثانيه السيت تو بي اوفر اكسايتد. تمام؟ هنا اندر اكسايتد ودي اوفر اكسايتد، اللي هي دي اندر اكسايتد وهنا اوفر اكسايتد. هنا بيدي كيو للشبكه؟ لا، هنا بياخد كيو. في الاندر اكسايتد بياخد كيو للشبكه. في الحاله دي في الكونديشن ده، الكونديشن ده لو اتحقق معاك معناه ان انت بتستهلك كونسيومز كيو، بتستهلك كيو. انما الكونديشن ده لو اتحقق معاك في حاله الليدنج، لو اتحقق الكونديشن ده في حاله الليدنج معناها ان انت بتعمل ايه؟ بتدي كيو، يعني سبلايز رياكتف باور. تمام؟ الحاجات دي. الاكزامبل ده 6-2 في الريفرنس بيديك نفس الداتا بتاع الاكزامبل اللي قبل منه، 208 فولت 45 كيلو فولت امبير، الباور فاكتور 8/10. تمام يا جماعه؟ دلتا كونكتد 60 هرتز سينكرونس موتور. اوف ذا بريفز اكزامبل السبلاين 15 حصان، يعني هنا الموتور عليه حمل 15 حصان. ويز ان انيشال باور فاكتور، الباور فاكتور بتاعته 0.85 اللي هو 85% لاجن، يبقى انت بادئ بباور فاكتور لاجن 85%. والفيلد كارنت اي اف ات ذيس كونديشن 4 امبير، في الحاله دي الفيلد كارنت كان 4 امبير. اول مطلوب سهل قوي يعني، كل المطالب في الحاجات دي هي طبعا فيها رسم، بس لو انتوا فهمتوا النظر اللي انا قلته من شويه هتعرفوا تحلوا الاكزامبل ده بسهوله جدا. اول حاجه طلبها منك قال لك السكتش انيشال فيزو دايجرام اوف ذيس موتور اند فايند ذا فاليوز اي اي اند اي، جيب الاي اي والاي اي. طبعا الداتا دي قال لك خد بعض البيانات من اكزامبل 6-1. طبعا اكزامبل 6-1 انا حليته المره اللي فاتت. تمام؟ هو برضه حليناه من الريفرنس. تعالوا ناخد الحل بتاع اول مطلوب هنا من نفس المساله بتاعت اكزامبل 6-1. نشوف هنا تمام ده الاكزامبل اهو يا جماعه، اكزامبل 6-2. تمام؟ الناس اللي هتقراه من المرجع هو بيج كام؟ بيج 357. اول خطوات الحل ايه؟ بيفكرك تاني، قال لك فور ذا بريفيس اكزامبل خد الداتا. ايه الداتا بقى؟ كان انت كنا حسبنا الانبوت 13.69، كان بيديك هناك في الاكزامبل، مش هنرجع له خلاص، احنا شرحناه المره اللي فاتت، كان بيدي لك بعض اللوسز اللي هي الميكانيكال لوسز والايرن لوسز والفريكشن، وكان بيديك الاوتبوت اللي هو ال 15 حصان. تمام؟ فقلنا ايه؟ قلنا الاوتبوت زائد اللوسز بيديك الانبوت، الاوتبوت زائد اللوسز بيديك الانبوت. تمام كده يا اخوانا؟ فالانبوت لما حسبناه في المساله اللي فاتت طلع 13.69 كيلو وات. تمام؟ ده الاكزامبل اللي فات. خد انت بقى البيانات بتاعت الاكزامبل اللي فات واحسب من جديد الانبوت باور. يعني لو المساله دي جت لك لوحدها اكيد طبعا مش هقول لك الاكزامبل اللي في الكتاب وروح وانت تفكر هي كانت بكام، لا هجيب لك الداتا تاني من جديد
اجيب لك الكور بروسس والايرن بروسس والانفكشن وتجمعهم مع الاوتبوت تمام يدي لك الانبوت. ونيجي بقى الخطوات اللي انتم كلكم عارفينها. الاي اي يساوي الباور على 3 في فيز كوساين ثيتا. الباور على 3 في فيز كوساين ثيتا بيدينا التيار. ده المطلوب الاولاني جبنا التيار. تمام؟ الزاويه بنجيبها ازاي؟ الزاويه الانجل كوساين ماينس 1 الباور فاكتور. الباور فاكتور قال لك 85%. لاجنج باور فاكتور يبقى تحط الاشاره ماينس. يبقى الاي اي اللي طلع من هنا وتحط علامه الانجل والزاويه كوساين ماينس 1 الباور فاكتور. تمام كده الخطوات دي كلكم يعني بسم الله ما شاء الله الحاجات دي بالنسبه لكم سهله. معادله الباور بنجيب منها التيار. تمام؟ معادله الاي ام اف اللي انا كنت كاتبها من شويه على البورده الاي بتساوي في ماينس جي اي اي اكس اس. كل البارامترز دي جايبين عندك تطلع مننا مين؟ الاي ام اف. تمام كده يا شباب؟ طيب في الحاله الثانيه كده جبنا الاي جبنا الاي والاي اللي هو كان طالبها منك وترسم الفيزور دايجرام. ده رسم الفيزور دايجرام. تمام؟ رسم الفيزور دايجرام. بس دول حالتين مع بعض. خلينا في الحاله الاولانيه الاي لاج والفي يونتي الفي ريفرنس معاك والاي اي لاج. وبنرسم الاي اي اكس اس الداش اللي هنا يا شباب امسحها الداش دي مكتوبه غلط. الحاله الثانيه هي الداش لكن الحاله الاولانيه الاي اي في الاكس اس اللي هي الحاله دي. تمام؟ يبقى الداش اللي هنا مش موجوده معاك. يبقى اي اي اكس اس. بتقفل بالاي ام اف. الاي ام اف اللي احنا جايبينها من شويه اللي هي الرقم. تمام كده يا جماعه؟ ده الفيزور دايجرام في الحاله الاولانيه. تعالوا بقى نشوف الحاله الثانيه. قال لك ايه؟ في نرجع للاكسرسايز قال لك اف ذا كونتور فلكس از انكريزد باي 25% يعني الفلكس زاد 25%. الفلكس زاد 25% يبقى معناها الاي ام اف هتزيد كام يا باشمهندسين؟ معناها الاي ام اف هتزيد برضه 25% من قيمتها. يعني هنضرب في كام؟ هنضرب الاي الاولانيه في 1.25 هنضربها في 1.25 لانها زادت 25% على القيمه الاولانيه يبقى بنضرب في 1.25. تمام؟ لما الفلكس زاد 25% قال لك سكتش ذا نيو فيزر دايجرام اوف ذا موتور وبعد كده قال لك وات ار اي اي والاي اي والباور فاكتور. تمام كده؟ عايز منك الحاله الجديده تحسب الاي والاي وترسم الفيزر الجديد امتى؟ لما الفلكس زاد 25%. وطبعا الحاله دي بتفكرنا لما نيجي نشوفها في المساله بتفكرنا بالنظر اللي احنا قلناه ان احنا بنغير في الفيلد كارنت. عايزين ندرس تاثير تغير الفيلد كارنت. كل اللي انت هتعمله قال لك الاي 2 هتساوي 1 وربع من الاي 1 زاد 25%. طيب خد الاي 1 اللي فات الماجنتيود فقط بتاع الاي 1 واضربه في 1 وربع هتطلع ايه جديده؟ حد فاكر المعادله دي يا شباب؟ فاكرين المعادله دي؟ انا شرحتها في نظري. قلنا ان عند اي فيزر دايجرام في الكونديشن اللي احنا بندرسه ده مع تغير الاي اف فقط قلنا ان الاي ساين دلتا هي الاي 2 ساين دلتا تي. لان قلنا ان المركبه الراسيه عند اي اي مع الدلتا بتاعتها بيدينا رقم ثابت اللي هو الاي ساين دلتا. فالحاله الاولانيه اللي هي الحاله الثانيه اللي هي الحاله الثالثه والرابعه وهكذا. يعني كل ما بغير في الاي اف الاي بتتغير والدلتا بتتغير. بس الاثنين في بعض حصل ضربهم في بعض الاي في ساين دلتا عند الحاله الاولانيه هو بالظبط عند الحاله الثانيه. ليه يا جماعه؟ لان الباور ذا سيم زي ما اتفقنا من معادله الباور. الباور ذا سيم يبقى الاي ساين دلتا عند اي حاله هو عند الحاله الايه؟ الحالات الاخرى. هتحط المعادله دي قدامك هتلاقي المتغير مين؟ هو الدلتا تي. تلاقي المتغير هو الدلتا او المجهول هو الدلتا تي. الاي واحد عندك ساين دلتا واحد عندك الاي لسه جايبينها اللي هي واحد ربع من القيمه الاولانيه هتطلع دلتا تي. مجرد ما طلعت دلتا تي حطها في المعادله بتاع التيار بقى. تحطها في معادله مين؟ التيار. ما ينفعش الاي تقول التيار الاولاني هو التيار اللي في الحاله الثانيه، استحاله طبعا. بالرغم ان الباور ثابت بس ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير هو الاي اف. فالاي اف غير لي في الاي كماجنتيود وغير لي في الدلتا، وبالتالي الاي ام الاي اي اللي انا شكلت برضه هيتغير، بالرغم ان الباور ذا سيم، بس الاي اتغير والسيتا اتغيرت. الاي اتغير والسيتا اتغيرت، عشان كده الاثنين اتغيروا عكس بعض. تمام؟ الاي والكوساين اتغيروا عكس بعض عشان يديك نفس الباور، فلازم تحسب تيار الاي. التيار طبعا كلكم عارفين الفي اللي داخل ناقص الاي ام اف على الامبيدنس. البيانس بتاعتنا هنا الار بي 0 هيبقى الاكس فقط. يبقى الفي ماينس الاي على جي اكس بيدينا مين؟ بيدينا الاي اي 2. طبعا الفي ده سلسلتين الفوق ثابت الاكس ثابت اللي بيتغير فقط هو الاي 2 ليها ماجنتيود جديد ودلتا جديد. انتوا لسه جايبينها من شويه. جبنا الاي 227.5 والدلتا طلعت بالمعادله دي 13.9 تمام؟ وبالماينس لان احنا كلنا عارفين ان الدلتا في الموتور بتبقى ماينس.
لما نيجي نحطها مع الانجل بنحطها ماينس، هو حد يشيل الماينس اللي هنا. ده اساس ان الدلتا في المعادله بتاعت الاي ام اف اساسي ان في الموتور الدلتا بنيجاتيف بتتحط هنا بالنيجاتيف، هو حد يكنسل النيجاتيف ده. هتطلع الاي بالرقم ده. طلع الاي بالرقم ده الدائري الجديد. تمام كده يا شباب؟ الزاويه بتاعته بقت بوزيتيف. بوزيتيف يعني ايه؟ يعني ليه؟ يعني الموتور اللي هنا قلب نفسه ميلان بقى ليه؟ هتلاقيها في الفيزور ديجرام هنا. يعني الاي داش الجديد بقى ليه ان هو فاكتور. عرفنا منين؟ الانسر قالت لنا كده. يعني الاجابه وضحت لنا ان الزاويه بتاعت التيار الجديد طلع 13 مللي، زاويه موجبه، يعني ليه ان هو فاكتور. يعني لما التيار يعني فيه اتغير 25% من قيمته زياده، الاي بدل ما كان لاج بقى ليد. بدل ما كان لاج بقى مين؟ بقى ليد ان هو فاكتور. عند ماجنتيود طبعا جديد وزاويه جديده. تمام؟ هتكملوا طبعا الفيزور ديجرام بس بتاعه زي ما اتفقنا. هو هنا جاب لك معادله بس صغيره بيقول لك ايه؟ عايز يعمل لك معادله بيقول لك ان طالما ان الاي اف اتغير او الاي اف في الحاله الاولانيه، اي اف واحد في الحاله الاولانيه كان 4 امبير، اي اف واحد هو بيقول لك المساله، الاي اف واحد في الاول كان 4 امبير، اي اف 2 او اي اف 3 او 4 او 5 بكام؟ نسبه متناسب ازاي؟ اي 1 على اي 2 يساوي اي اف 1 على اي اف 2 او 2 على اي 1 يساوي اي اف 2 على اي اف 1 هي هي. تمام؟ من هنا تطلع معادله اسمها اي 2 تساوي الرقم ده اللي هو يجي اللي هو الاعلى ده. تمام؟ ده على ده يطلع ب 45.5 في الاي اف 2. يعني اي 2 ليها معادله 45.5 في الاي اف 2. اركن المعادله دي على جنب. تمام؟ اركن المعادله دي على جنب. يعني لو انت عايز ترسم جراف وتاخد قيم مختلفه للاي اف 2، اي اف 2 ممكن مثلا 5 امبير 6 امبير 7 امبير، هتقدر تطلع مين؟ 2 لان التناسب درجي، والسالب ده على اعتبار ان هو الرقم في الاول كان 4 امبير، لما دخلناه مع المعادله طلعنا معادله جديده ان الاي تتناسب مع اي اف 2، وده سالب التناسب وده سالب التناسب. تمام؟ كل ما الاي اف ده ما يتغير معاك، لو انت عملت جدول وخدت قيم مختلفه للاي اف 2 هتطلع اي ام اف جديده. تمام؟ الاي ام اف الجديده دي حطها في المعادله اللي هنا. تمام؟ تطلع دلتا جديده. تطلع مين؟ دلتا جديده. بس احنا مش هنعمل دلوقتي الكلام ده، مسالتك هي خلصت لحد هنا، مسالتك هي خلصت لحد هنا، بس انا بقول لك الكلام ده ليه؟ على اعتبار لو انا قلت لك ارسم بقى كده. ارسم كده، انما المساله هو قال لك ان الاي اف زاد 25%، فطلعنا الاي ام اف زياده برضه 25% وبعد كده جبنا الدلتا وبعد كده جبنا التيار، لكن ان جنرال لو انت عندك معادله بتربط ما بين الاي والاي اف، حط قيم مختلفه للاي اف باستثبات ايه ثابته؟ يعني 1 امبير 2 امبير 3 امبير 4 امبير لحد 20 امبير، وطلع ايه؟ جهات جديده. خد الاي اللي بتطلع في كل مره تحطها في المعادله دي تطلع دلتا جديده. خد الاي مع الدلتا الجديده ككومبلكس كمعادله على الاله الحاسبه بتاعتك تطلع مين؟ الاي دي. المعادلات الثلاث معادلات دول محطوطين هنا في صوره ماتلاب او ام فايل سكريبت. تمام؟ عملت لكم الكلام ده على ان فايل هنا. تمام؟ مجرد ما تعمل ران المعادله دي هتطلع لك مين؟ شكل الفي كيرف. يعني ده شكل الفي كيرف. يعني مش مشكله من ايه؟ نحاول ايه؟ نخليه كده. تمام؟ ده شكل الفي كيرف يا فندم. لو انت طبعا عايز بقى ايه؟ تظبط الالوان بتاعتك وتروق الدنيا بتعمل ايديتنج للكلام ده. تمام؟ وتغير بقى في الايه؟ لو اللي عايز بقى يغير الالوان والقصص دي كلها بتغير له الالوان من ايه؟ من اللي هو شكل الايه الجراف بتاعك. الحاجات دي يعني لو انت عايز بقى تغير الفورم والكلام ده وتلعب في الحاجات دي براحتكم، بس ده شكل مين يا شباب؟ ده شكل الفي كيرف. ده شكل الفي كيرف قدامنا بالشكل ده. تمام يا باشمهندسين؟ شكل الفي كيرف ده بيوضح لنا ايه العلاقه ما بين الفيلد كارت ومين والارمنشر كارت. تمام كده يا باشمهندسين؟ وطبعا ما حدش ينسى الريجنز بقى بتاعتنا اللي هي في حاله اللاجنج، في حاله الليدنج، والنقطه دي اللي هي اليونيتي باور فاكتور. اللي هي اليونيتي باور فاكتور هنا الموتور بيستهلك الاكتف باور، هنا الموتور بيبعت او سبلايز الاكتف باور. تمام كده يا شباب؟ ده اللي هو الايه الجراف اللي هو موضح ايه؟ موضح قدامكم من الام فايل. طبعا الكويشنز الموجوده في الـ في الـ في الانسر بتاع المساله في الريفرنس هي هي اللي انا حاططها، يعني ما الفتش جديد، هي يعني ممكن في معادله بس ما ممكن ما كانتش مظبوطه ظبطتها والدنيا تمام، وده الانسر هو موجود في الريفرنس نفسه. تمام كده يا باشمهندسين؟ بكده خلصنا مين؟ بكده خلصنا اللي هو الجزء الايه؟ اللي هو انا حطيتها برضه هنا في البي دي اف. لو سمحت يا دكتور.
انا محمد سيد الميكروفون اتفتح مني. طب صباح يا سامي، الله يخليك يا سامي، الله يخليك، انا لسه ما خلصتش شرح يعني، الله يخليك. الجزء ده انا كده خلصت تمام. في جزء ثاني يا شباب اللي هو ايه بقى، اللي هو السكند. انا اعتمدت في السكند بول على المشمهندسين في السكاشن بصوره كبيره، بعت لهم البي دي اف الاسبوع اللي فات، بحيث ان هم مفيش اختلاف ما بين السكند بول سينكرونس موتور والسكند بول سينكرونس جنريتور. الاختلاف فقط في الاشاره بتاعت المعادلات المعدوله، نفس الايكوفالنت سيركت ونفس كل حاجه، مفيش فيها اي اختلاف، هي المعادلات تيبيكال. بس بدل ما كنا هناك بنقول الاي تساوي في بلس، الاشارات اللي هنا كانت بلس، هنا في الموتور هتبقى ماينس. يبقى المعادله دي يا شباب هي نفس المعادله بتاعت الجنريتور ونفس الكونستراكشن ونفس التنسيق النظري، لكن الاختلاف في الاشاره بتاعت مين؟ بتاعت معادله الاي اف. تمام كده؟ المعادله اللي احنا خدناها في الجنريتور هي في الموتور، بس هتبقى ايه؟ هتبقى هنا ماينس. هتبقى هنا في الموتور ماينس. نفس الكورنت سيركت ما فيهاش اي اختلاف. اخر معادله اللي هي بتاعت الاي داش، الاي داش احنا قلنا ايه؟ هي كانت في زائد اي في ار زائد جي اي اي اكس كيو، ده في جنريتور، هنا هتبقى ماينس. تمام؟ الاي ام اف المعادله الاخيره بتاعت الاي ام اف ممكن نقول عليها الاي داش في الجنريتور كنا بنقول بلس جي اي اي اكس دي ناقص اكس كيو، هنا هتقول ماينس. تمام؟ وانا اتفقت معاكم مش هجيب لكم السالين جنريتور كمسائل في الامتحان، يعني في الفاينل السالين في جنريتور المسائل مش هجيبها في الامتحان، لان انا جبتها في الكويز خلاص مش هجيبها تاني في الفاينل. تمام؟ النظر بتاعها ممكن يجي، يعني لو فيها حته نظر تشويس او حاجه جه عليك، لكن المسائل نفسها مش هتجي لك في اجنبي. تمام؟ الفيزور دايجرام اللي هيكون فيه اختلاف بسيط جدا، تمام؟ الفيزور دايجرام اللي هيكون فيه بسيط بسبب ايه؟ الاشارات اللي احنا قلنا عليها الماينس ظهرت في الفيزور دايجرام. لو انت رسمت الفيزور دايجرام في حاله السالينت، اول خطوه بتعملها بترسم الفي ريفرنس. بترسم الفي ريفرنس. تمام؟ وبتيجي ترسم الاي اي لاج بزاويه سي، وكلنا عارفين قبل كده ان الاي اي كفيزر هو مجموع الاي كيو ومجموع الاي دي، مركبه الاي دي ومركبه الاي كيو، الاثنين لو جمعناهم بيدوني المحصله بتاعتهم اللي هي الاي. تمام كده يا شباب؟ يبقى الجزء ده بالنسبه لك هو يعتبر ريفيجن تاني على جنريتور. الاي كيو بنرسمها تحت، الاي دي عمودي عليها، المركبه بتاعتهم او المحصله بتاعتهم بيديني الاي كيو. الاي متاخر بزاويه سيتا عن الفي، متاخر بزاويه سيتا عن الفي. الخطوه اللي بعد كده بتعمل ايه؟ بتمشي في عكس اتجاه التيار، بترسم الاي في الار زي ما خدناها في الموتور، في بدايه الموتور اللي هو الراوند موتور او بنسميه سيلندريكال، كنا بنيجي من نهايه الفي بنرسم الاي في الار عكس اتجاه التيار اللي هو الاي في، وبننزل عمود عليه، بننزل عمود مش عمود عليه، بننزل عمود على الاي دي على الاي كيو، اسف، بننزل عمود على الاي كيو، ده امتداد الاي كيو، بننزل عمود عليه، بنرسم الاي كيو في الاكس كيو، يبقى الاي كيو في الاكس كيو عمود على الاي كيو اللي هو ده. تمام؟ وبنمشي عمودي على الاي كيو اكس كيو او عمودي على اتجاه الاي دي، يعني لو طلعت لفوق كده خط داش ومشيت كده الخط ده عمودي على الاي دي. ليه؟ لان انا برسم الاي دي في اكس دي، اي دي اكس، انا بقول اكس دي يا جماعه، اي دي اكس دي يبقى عمودي على الاي دي. يبقى الاي كيو اكس كيو عمودي على الاي كيو، والاي دي اكس دي عمودي على الاي دي. تمام؟ يبقى المحصله النهائيه ايه؟ الفي ماينس الاي في الار ماينس الجي اي كيو اكس كيو ماينس الجي اي دي اكس دي هي مين؟ هي مين؟ يبقى من اول الاوريجن لحد راس السلم اللي هنا بيديك ايه؟ شويه بقى الحاجات اللي هي السلطات اللي هنا دي، فاكرين انتوا المعادله بتاعت الاي دي اكس دي؟ احنا قسمناها حاجتين، اي دي اكس كيو واي دي اكس دي ناقص اكس كيو. اي دي اكس كيو واي دي اكس دي ناقص اكس كيو. الهدف ايه؟ انك تطلع مكان الاي داش. فقلنا ايه؟ قلنا ان الاي كيو اكس كيو لو جمعتها مع الحته اللي تحت دي، الحته اللي تحت دي يا شباب تبقى تكتبوها اللي هي اي اي اللي هي اي دي اكس كيو، الحته اللي تحت دي اي دي اكس كيو. لما بجمع اي دي اكس كيو مع الاي كيو اكس كيو بيديني الخط الداش ده اللي هو الاي اي اكس كيو، ودي برضه خدناها في جنريتور. لما بتجمع اي كيو اكس كيو مع الاي دي اكس كيو بيديني الاي اي اكس كيو. تمام كده يا جماعه؟ طيب تعالوا بقى نجمع من جديد. الفي اي ماينس الاي اي ار اي ماينس جي اي اي اكس كيو، دي معادله مين يا شباب لو انتم فاكرينها بس بالماينس اهي؟ دي معادله الاي داش. الاي داش اللي هنا مش مهندسين، الاي داش مش هنا، الاي داش دي هي المفروض هنا بالظبط. من اول النقطه دي
لحد الزيرو هو الاي داش. يبقى الاي داش هي بدايتها هنا، هي هنا مش هي مكتوبه طبعا هنا، بس هي المفروض هنا بالظبط من اول النقطه دي لحد الزيرو هي الاي داش. لما نيجي بقى نقول الاي داش ماينس السهم اللي هو من اول هنا لحد الحته دي، الحته دي يا شباب هي جي اي دي اكس بي ناقص اكس بي، جي اي دي اكس بي ناقص اكس بي اللي هو الحته دي، ودي اي دي اكس كيو كلها ايه بقى؟ كلها اي دي اكس بي. يبقى من اول هنا هقول تاني من اول هنا لحد هنا هي اي دي اكس بي، جزأناها لجزئين اي دي اكس كيو والجزء الثاني اي دي نفتح قوس اكس بي ناقص اكس بي اللي هو الجزء ده. تمام؟ لما جمعنا الاي كيو اكس كيو مع الاي دي اكس كيو اداني الاي دي اكس بي. تمام؟ وبالتالي ادالك الاي داش، الاي داش من اول هنا لحد هنا. طلع ده كله اللي هو الاي داش. اطرح منه الحته اللي هنا اللي هي الاي دي افتح كوس اكس دي ناقص اكس كيو يديك الاي دي. كده الفيزو ديجرام بيوضح عليه المعادلات اللي احنا خدناها. هل في اختلاف معادلة الباور؟ هل في اختلاف في معادلة الباور ما بينها وما بين الجنريتور؟ ما فيش أي اختلاف. طبعًا فاكرين أنتم معادلة الباور في السيريال جنريتور. البي ديفولوب بتساوي 3 في اي ساين دلتا على اكس دي بلس 3 في تربيع ساين 2 دلتا اكس دي ناقص اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو. ودي كنت طالبها اثبات من لكم في اساينمنت في السيريال جنريتور. نفس البروف بتاعها ونفس المعادله هي هي تيبيكال بالظبط، ما فيش اي اختلاف في الموتور. يبقى السيريال تقول سينكرونس موتور الباور ديفولوب بتاعته هي هي بالظبط في السيريال جنريتور. الترم الاولاني يا شباب، الترم الاولاني اللي هو الديفولوبد باور ديو تو فيلد اكسايتيشن، ديو تو فيلد اكسايتيشن. احنا عندنا في السيريال تبون عندنا جزئين، عندنا الاقطار اللي هو عندنا الجزء السيريال عباره عن الماتيريالز يعني ستيل او اير. تمام؟ والاقطار بتاعته بتتشكل بناء على مين؟ بناء على الاكسايتيشن بتاعت دايره الفيلد. الاكسايتيشن بتاعت دايره مين؟ الفيلد. يبقى انا عندي حاجتين، عند ملفات الفيل ليها تغذيه. تمام؟ بتديني الجزء ده، والجزء ده هو الجزء الاكبر من الباور. ده بنسميه الديفولوب باور ديو تو فيلد اكسايتيشن، نتيجه تغذيه الفيلد اكسايتيشن. وده بيكون نسبته 65% من الباور ديفولوب، 65%، وال 35% من الجزء ده. الجزء ده ديو تو سالينس. تمام؟ وده بنسميه الريلاكتانس دور، ده بنسميه الريلاكتانس دور. ده بنسميه ايه يا باشمهندسين؟ الريلاكتانس دور. طبعا كلكم عارفين ان الاقطاب بتاعتي عباره عن سيريال اقطاب، يعني الارجال ما بينها وما بين الستيتور الارجال نون يونيفورم، نون يونيفورم الارجال، الارجال مختلفه مش يونيفورم الارجال. تمام؟ فنتيجه تغير الارجال ما بين الستيتور والروتور الاقطاب بتاعت الروتور بتبدا تتحرك نتيجه تاثير اثنين طن او نتيجه اثنين باور. الباور نتيجه تخزيك الفيلد اكسايتيشن، ونتيجه ايه كمان؟ ونتيجه الاقطاب نفسها. الاقطاب نفسها او الحديد نفسه بيحاول ان هو زي ما شرحتها قبل كده ان هو يروح للمينيمم ريلاكتنس بوزيشن. نتيجه تغير الارجال ما بين الروتور والستيتور بيتولد ترك، الترك ده بيحرك الاقطاب ناحيه الاقطاب بتاعت الستيتور علشان يوصلها لاقل ارجال، لاقل ارجال. تمام كده؟ او نسميها المينيمم ريلاكتنس بوزيشن. اقل ارجال بيكون عندها اقل ريلاكتنس، اقل معوقة هواء، اقل معوقة هواء يا جماعه بتبقى عند اقل اير جاب. تمام كده؟ اللي بنسميها المينيمم ريلاكتنس بوزيشن. فالترك ده يا شباب بنسميه الريلاكتنس تورك، بنسميه الريلاكتنس تورك. والريلاكتنس تورك ده بيتولد امتى؟ وركزوا في الكلام ده كويس جدا عشان الاسئله اللي تشوف، بيتولد امتى؟ لما يكون في تغير في الاير جاب. لما يكون في تغير في الاير جاب. طب السؤال بقى ليكم دلوقتي بالمعلومه دي، امتى الاكس دي تساوي الاكس كيو؟ امتى الاكس دي تساوي الاكس كيو؟ طيب هسال سؤال تاني، امتى الريلاكتنس تورك يكون مثابر؟ في النون سالينت. لا ما جاوبتنيش الاجابه المقنعه، امتى الريلاكتنس تورك؟ هو الاير جاب يا دكتور لما الاير جاب يبقى بصفر. لا مش بصفر، هو متساوي، الاير جاب متساوي. متساوي لما يبقى الاير جاب منتصف. الحاله الاولى يعني لما الروتر يبقى سيمتريك يا دكتور. نون سالينت بالظبط كده، بالظبط كده. وانا قلتها لك قبل كده، لو انت جبت اير لجسم، لو جبت اير لجسم اسطوره حديد وجبت اثنين اقطاب قدامها، يعني هي في النص وعندك الدرس والسوس قدام منها، وحركت الاقطاب مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه، الاير لجسم مش هيتحرك.
الايرون ديسك مش هيتحرك. هو حد يتخيل ان انت لو حركت الاقطاب حركه دائريه الايرون ديسك ده هيلف مع الاقطاب؟ لا، استحاله يلف مع الاقطاب. امتى يلف مع الاقطاب؟ لو هي عباره عن ايرون بار، يعني حاجه كده زي الموبايل مثلا، نفس الايه يعني شكل الموبايل مثلا كده، وجبت اقطاب قدام منه ولفيت الاقطاب، هيبدا هنا ايه؟ الاقطاب لما بتبعد عن لو انت تخيلت يعني قضيب كده من الحديد زي الموبايل مثلا، وحطيت اقطاب قدام منه نورس وايه وسبت، تمام؟ وحركت الاقطاب، الارجاب بتتغير ولا لا؟ كل ما ببعد الاقطاب كل ما الارجاب ما بين الحديد والاقطاب الارجاب بتتغير، تمام؟ في الاول كانت الارجاب الاثنين الاين مع بعض على نفس المحور، لما بتبعد الاقطاب بيبداوا الاثنين ايه؟ يتغيروا مع بعض، تمام كده؟ ودي هحاول برضو يعني هشوفها يعني في يعني انا كانت معايا برضو هنا ثواني كده هنا تمام. هي يا شباب ده هنا قطب ان وده قطب ن وقطب اس. تخيل بقى دلوقتي انت بتحرك الايه؟ النص في الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعه، والايرون بار ده متعلق، هيحصل ايه للايرون بار؟ هيحاول يمشي مع مين؟ مع الاقطاب. ليه؟ لان الاقطاب لما بتبعد الارجاب دي بتتغير، الارجاب بتتغير. الطبيعي ان خطوط المجال بتحب ان هي ايه؟ تبقى او البار بيحب ان هو يحافظ على اقل ريلاكتنس بوزيشن، اقل معوجه، تمام؟ فطبيعي اول ما الاقطاب بتبعد بيتولد تورك، التورك ده بيعمل ايه؟ بيسحب البار مع اتجاه الاقطاب. بيسحب البار مع اتجاه الاقطاب. وده بسبب ايه؟ ان اصبح الارجاب نان يورغ، غير منتظم، غير منتظم. والعكس صحيح، لو هي ايرون ديسك، لو ايرون ديسك اسطوانه وحركت الاقطاب يمين او شمال او مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه، الايرون ده عمره ما يتحرك. ليه؟ لان كل ما بحرك الاقطاب كل ما المسافه ما بين الاقطاب والايرون ديسك المسافه ثابته، المسافه منتظمه، مفيش تغير في الارجاب، مفيش تغير في الارجاب، وبالتالي مفيش تغير في الريلاكتنس، المعوقه بتاعه الهواء ثابته. اول ما تتغير المعوقه بتاعه الهواء يبدا الروتور يتحرك تحت تاثير حاجه بنسميها الريلاكتنس تورك. والريلاكتنس تورك ده بيبدا على مين؟ على تغير، تغير يا جماعه الريلاكتنس، تغير الريلاكتنس ده معوقه الارجاب، تمام كده يا باشمهندسين؟ ده معنى ايه؟ ده معنى يعني ايه ريلاكتنس تورك؟ يعني ايه ريلاكتنس تورك؟ وحتى هنا لو انتم برضه عايزين تشوفوها بمعنى ثاني، سي مثلا ده القطب ال وده القطب الاس، ودي حديده مثلا، قطعه من الحديده بنسميها ايرون بار. الوضع ده بنسميه اللي هو الستيبل بوزيشن، الستيبل بوزيشن، الدلتا بصفر، الدلتا الزاويه بتاعتنا بصفر، اللي هي ما بين البولز والايرون بار. ده الستيبل. تعالى كده حاول ان انت ايه؟ حاول ان انت تبعد الايرون بار بايدك، تخليها في الوضع ده وتسيب ايدك. هل الايرون بار هتفضل مكانها؟ الايرون بار لو انت حركتها بايدك وخليتها على الوضع ده، هل الايرون بار هتفضل مكانها؟ لا مش هتفضل مكانها. ليه؟ لان الارجاب اتغيرت، الارجاب ما بينها وما بين الاقطاب اتغيرت، فيحصل ايه؟ خطوط المجال اللي هنا تبدا تشد الايرون بار وترجعها للوضع الايه؟ الاولاني اللي هو الستيبل. لان الحديد بيحب دايما يروح للمينيمم ريلاكتنس بوزيشن، يحب ان هو يحافظ على اقل معوقه مغناطيسيه. كل ما تبعد الايرون بار عن الاقطاب، الاقطاب تقول له لا ارجع تاني للوضع بتاعك، تمام؟ فيجذبه ويخليه على المينيمم ريلاكتنس بوزيشن. الوضع ده بنسميه بقى اللي هو اللي احنا فيه بنسميه انستيبل بوزيشن، انستيبل. اوتوماتيك هتلاقي الايرون بار تروح لمين؟ للاكسس بتاعت الان والاس. الوضع ده ايه؟ انستيبل. الوضع ده انستيبل او بنسميه كريتيكال، بنسميه كريتيكال. البار لو حطيتها في الوضع ده لا هي هتروح ناحيه الان ولا هتتحرك ناحيه الاس، تمام؟ ده بنسميه ايه؟ الكريتيكال ستيبل، لان الزاويه هنا بتبقى كام؟ الزاويه هنا بتبقى 90، الزاويه هنا بتبقى 90. انما لو هي من 0 ل 45، من 0 ل 90 بيبقى انستيبل، البار بيتحرك للمينيموم ريلاكتنس بوزيشن. انما لو هي 90 بالظبط بتبقى كريتيكال ايه؟ كريتيكال ستيبل. من 0 ل 45، من 0 ل 45 يا شباب البار هيرجع للوضع ده، البار هيرجع للوضع ده. اعلى من 45 يعني لو انت زودت عن 45 ممكن ينزل للكريتيكال ستيبل، ممكن البار يروح لمين؟ للكريتيكال ستيبل. انما من 0 ل 45 البار هي ايه؟ البار هيرجع لمين؟ للمينيمم ريلاكتنس بوزيشن. علشان كده الريلاكتنس تورك يا باشمهندسين يعني ممكن في ميتنج تاني ان شاء الله، يعني مش هشرح عن كده خلاص، يعني اللي عنده استفسار فيها ممكن ابقى اوضحها بشكل تاني في ميتنج ان شاء الله قريب يعني. للتوضيح بس لكن مش لاضافه حاجه. لو انتم شايفين هنا الريلاكتنس تورك ده يا باشمهندسين يتناسب مع ساين 2 دلتا. والسؤال ده انا جبته لك في الجزء اللي فات.
وشرحتها لكم قبلها على طول قبل الامتحان بساعات. يعني قلت لك ايه؟ ان الريلاكتنت ستور كده الريلاكتنت ستور يتناسب مع ساين 2 دلتا. يعني ايه؟ يعني لو دلتا ب 45 هيبقى ساين 2 في 45 ساين 90. يعني الريلاكتنت ستور هيبقى ماكسيمم امتى؟ الريلاكتنت ستور هيبقى ماكسيمم امتى؟ لو الدلتا ب 45. لو الدلتا ب 45 تمام كده؟ ده الريلاكتنت ستور، وده التورك نتيجه مين؟ الفيلد اكزايتيشن. فعلشان كده سالت سؤال من شويه قلت لك الريلاكتنت ستور كده امتى يكون بصفر؟ امتى يكون بصفر؟ لو الاكس دي تساوي الاكس كيو. طب امتى الاكس دي تساوي الاكس كيو؟ لو الاير جاب يونيفورم، لو الاير جاب يونيفورم اللي هو النوع السلندريكال اللي احنا عارفينه. يبقى طبيعه ان السلندريكال مفيش ريلاكتنت ستور. امتى الريلاكتنت ستور بتظهر؟ لو في تغير في الاير جاب ما بين النوتر والاستيب. عشان كده اتعمل نوع يا باشمهندسين، نوع طبعا احدث ومتطور جدا عن الاندكشن اللي هو ريلاكتنس موتور. اللي هو ريلاكتنس موتور، ريلاكتنس موتور في منه سنجل فيز وفي منه سنجل فيز. وهم بقى ايه حبوا يدلعوا الموتور كده، حبوا يدلعوا الموتور ويخلوه ليه شكل مختلف عن الروتور الطبيعي. هو طبعا هو ممكن يبقى سالينت عادي عشان يعمل تغير في الريلاكتنس عشان يتولد الريلاكتنس ستور. طبعا مفيش ملفات هنا اطلاقا، هو عباره عن حديد. الحديد طبعا هو هيتحرك اوتوماتيك لما بنزل ستيتور، لان الحديد اتفقنا هيروح للملف اللي هو عنده اقطاب هيسحبه في اتجاهه عشان يخليه في المينيمم ريلاكتنس. طب لما تبقى اسطوانه بالشكل ده ايرن ديسك قلنا مش هتتحرك، طب احنا عايزينها تتحرك بالشكل ده اللي هو المواتير كلها اللي احنا عارفينها شكلها تبقى السلندريكال. هيعملوا ايه؟ هيجوا بقى في الروتر يخلوه سلندريكال بس يحفروا كده، يعملوا حفر كده جوه الروتر ويغيروا من شكل الريلاكتنس. ممكن يعملوا ارجاب، بتبقى فيه هنا ارجاب تمام عشان يعمل تغير في الريلاكتنس. ممكن يحط هنا الومنيوم شيتس يبقى ده سوليد، بس يحط شرايح من الومنيوم عشان يغير في الريلاكتنس ما بين الاستيتور ما بين ايه؟ ما بين الروتر. يبقى شكله سلندريكال بس الديزاين نفسه بتاع الحديد بيلعبوا فيه بحيث ان هو هيغير في شكل الريلاكتنس ما بين الاستيتور ما بين مين؟ ما بين الروتر عشان الروتر يبدا يتحرك. عمر الموتور ما يتحرك لو كانت الريلاكتنس دكتور ايه يا شباب؟ لان النوع ده هو حديد فقط، النوع ده حديد فقط، فالحديد ده هو اخطاء ولا ملفات بديها تغذيه، ده حديد فقط. فالحديد ازاي هيتحرك؟ لازم يبقى فيه تغير في الريلاكتنس، والتغير ده نتيجه ان احنا بنلعب في الارجاب ما بين الموتور ومين؟ والاستيتور. تمام كده يا جماعه؟ وقت المحاضره بس يا دكتور ماشي يا جماعه. طبعا انا كده خلصت يا شباب الثانيه تكون نفس المعادله اهي في نص دقيقه فقط. المعادله دي هي بتاعت الجنريتور وشرحت عليها التفاصيل بتاعتها. لو انت عايز تجيب الماكسيمم لفولت باور هتفاضل المعادله دي بالنسبه لدلتا وتساوي صفر، هتفاضلها بالنسبه لدلتا وتساوي صفر. الترم ده هيسميه ايه؟ والترم اللي هو لازق في الساين 2 دلتا كل الارقام اللي لازقه في الساين 2 دلتا هنسميها ايه؟ والارقام دي اللي لازقه في الساين دلتا هنسميها ايه؟ يبقى ايه ساين دلتا زي بي ساين دلتا، والايه طبعا اللي احنا قلتها والبي قلتها. فاضل المعادله دي وساويها بالنسبه لدلتا وساوي صفر، هتستنتج امتى الماكسيمم ديفولت بار بيبقى ماكسيمم، يعني بيحصل امتى؟ بيحصل امتى؟ فاضل المعادله وساوي صفر، طبعا التفاضل وساوي صفر ما عليه، بس تبقى عارف بس ان انت لما تفاضل المعادله دي بالنسبه لدلتا بتستنتج امتى الماكسيمم بار بي ايه بيحصل. انا جبت لكم قبل كده بيحصل عند اقل من 90، اقل من 90 ده امتى؟ ده للمعادلة كلها، المعادلة كلها الماكسيمم بتاعها أقل من 90، لكن الترم ده إمتى الماكسيمم بتاعه؟ عند 90 بالظبط عشان ساين دلتا، والترم ده إمتى الماكسيمم بتاعه؟ عند 45، الاتنين مع بعض أقل من 90، عشان ما حدش بس يسأل الأسئلة اللي هي إيه؟ اللي هي فيها تفاصيل كتير. الماكسيمم بتاع ده عند دلتا تساوي 90، الماكسيمم بتاع ده عند دلتا تساوي 45 عشان ساين 2 دلتا، الاتنين مع بعض بيدولك ديفولب دبار للسالينت موتور او الجنريتور الماكسيمم بيكون اقل من 90. لو انت جمعت الكيرفين بتوع بعض ده مع الكيرف ده هيديك ماكسيمم اقل من 90. الدلتا ماكسيمم بكام؟ هتطلع معاك بعد ما فوق بيساوي صفر هتطلع معاك بالمعادله دي. كده خلصنا يا جماعه النظر بتاع الحاجات دي. انا معتمد على اساس السكاشن شرحت مسالتين، شرحت مسالتين زي المسالتين دول، دول مسالتين محلولين. المساله اللي هي الاولانيه اللي هي سالينت عادي، المساله الثانيه سالينت عادي برضه، بس ايه الاختلاف؟ عايز بس مين؟ عايز الماكسيمم ديفولت بار، عايز الماكسيمم ديفولت بار، يعني هتعوض اخر مطلوب تجيب الدلتا ماكسيمم وتطلع فوق تعوض في المعادله بتاعتك بالدلتا ماكسيمم الجديده تجيب الماكسيمم ديفولت.
يبقى المساله الاولانيه زي المساله الثانيه، الاختلاف اللي زاد عليها مطلوب واحد وهو حساب الماكسيمم ديفولبد باور. عشان تجيبها لازم تعوض بالدلتا ماكسيمم، تعوض بالدلتا ماكسيمم. والاي والبي اللي هنا يا شباب اللي هي فوق ده الاي وده البي. الاي اللي هي الارقام اللي لازمه في الساين، والبي اللي هي الارقام اللي لازمه او البارامترز اللي هي لازمه في الساين دي. عشان انا بقولها بالبلدي كده عشان بس ما حدش يعني ايه يتزاول شويه. الاي هو الحته، والبي كل الارقام او البارامترز اللي هي قبل مين؟ الساين المين ده. بكده خلصنا يا جماعه المنهج. ان شاء الله في الميتنج اللي عنده اي سؤال في الاوبريشن بتاع الريلاكتنس ماشين او الريلاكتنس تورك ازاي، وازاي التصميم بتاع الريلاكتنس مودل نتصمم حاجات خارج المنهج مش هسالك فيها. انا ممكن اسالك في حاجه واحده فقط هنا، ان الريلاكتنس تورك امتى يتولد الريلاكتنس تورك؟ الماكسيموم بتاع الريلاكتنس تورك امتى؟ الحاجات دي فقط. تمام؟ امتى ناخد امتى ناخد من السنكرونس مودل او الجنريتور؟ امتى ناخد الترم ده من الباور؟ امتى ناخد الترم ده؟ امتى ناخد الترم ده فقط؟ والترم ده يكون بصفر. امتى الترم ده يكون بصفر؟ لو اكس دي تساوي اكس كيو ماشي كرياضه، بس امتى الاكس دي تساوي اكس كيو؟ زميلكم قال لو الاي جاب يونيفورم الاي جاب، مفيش تغير في الريلاكتنس. الاسئله اللي هي الكونسبت دي او الفيزيكال مينينج المعاني دي كلها لازم نبقى متخيلينها. انا يعني انا حاسس فعلا ان هي اتقالت لك ممكن دلوقتي بشكل سريع جدا، بس ان شاء الله مفيش اي اضافه في المنهج. اخركم كناصر لحد النهارده، اي حد عايز اي تفسير او اي معلومه اضافيه في الحاجات اللي انا شرحتها من شويه مش واضحه تاني، ممكن نعمل ميتنج اللي عايز فقط. يعني انا مش بجبر حد على الموضوع ده، انا معاكم في اي وقت، حددوا الميتنج وانا تحت امركم. دكتور اتفضل يا باسل. حضرتك كنت قلت في الاول امتحان حضرتك العام اللي حضرتك كنت قلت في الاول هيكون امتى؟ دلوقتي انا دونت الاتندنس اول جماعه تمام؟ واللي هي عشان الناس اللي بتسال على الحياه. اتفضل عبد الرحمن. دكتور بهي حضرتك كنت قلت في الاول بس العملي هيكون امتى؟ والله لو الاكاديميه هتخلي كل المواد اللي فيها امتحان براكتيكال بعد الاجازه هنلتزم بالقرار ده. لو قالوا المواد اللي هي مش متطلب ان انت تدخل المعمل عشان تمتحن الطلبه وهي مواد هي فيها اورال اكزام فقط يعني ايا كان بقى 30 20 درجه هنحدد امتحان هعمله لكم على حسب ما نتفق احنا بقى مع بعض. لو الاغلبيه عايزاها برضه بعد الاجازه هنخليها بعد الاجازه. لو عايزينها بعد 10 ايام من لما اعرف القرار ايه هخليها لكم برضه بعد القرار لما نعرفه ان شاء الله. دكتور حضرتك قلت حاجه كده 10 ايام بس ما فهمتش قصد حضرتك. لا هو زميلكم بس ايه ان انا سي مثلا انا على الاسبوع اللي جاي عرفنا القرار هنمشي ازاي. يبقى لو هنعمل امتحان قبل الاجازه ما تخلص يبقى ممكن 10 ايام من الاسبوع اللي جاي. اقول لكم يا جماعه عزمكم وحياتكم معاكم 10 ايام وقبل الاجازه ما تخلص بيوم او بيومين او ثلاث اربع ايام نعمل امتحان. لو عايزينها بقى نصبر لما الاجازه كلها تخلص خلاص مفيش مشكله نصبر يعني مش قضيه. يعني دكتور حضرتك لسه هتبلغني يعني لسه باذن الله. اه ده شرط انا بلغكم ده صح يا دكتور. تمام يا دكتور. انا محمد سيد الميكروفون فتح معايا بس انا اتفتح معايا بالغلط والله ومايكروسوفت تيم كان معلم معايا. طب انت شايف يا سيد الرسمه دي؟ ايه؟ شايف الرسمه دي؟ اه تمام. ايه الرسمه دي يا سيد؟ مش عارف بصراحه دكتور. طب بص يا سيد الرسمه دي انا بدي لك في الكويز يا سيد. الجزء الاولاني لو انا شغال جنريت، الجزء الثاني لو انا شغال موت، الاثنين زي بعض بس مرايه تمام؟ خلينا في الجزء ده نعتبر الموت والجنريتور زي بعض يعني مع الاختلاف في الاشاره يعني. الكيرف اللي هو الساين ويف ده الريلاكتنس تورك اللي هي الحته اللي تحت. والكيرف الثاني ده الجزء الاولاني من المعادله، ده اللي هو نتيجه الاكسايتيشن كارنت. يبقى ملف الروتر عليه حاجتين، ملف بنغذيه بالفيلد كارنت وهو عباره عن اقطاب حديد بتشكل عليه الاقطاب. فنتيجه ان هو سيلينت بول تمام بيديني حاجه اسمها ريلاكتنس تور. ونتيجه ان انا عليه ملفات ليها تغذيه اضافيه من الاكسايتيشن بيدي لك برضه جزء من الباور. الجزء ده بيكون 65% من الباور اللي خارجه والجزء ده بيكون 35%. لما نجمع الاثنين مع بعض الكيرف ده مع الكيرف اللي تحت بيدي لك الكيرف اللي فوق بقى. الكيرف اللي فوق انا سالتك في الميد تيرم، الميد تيرم قلت لك الماكسيموم بتاع الباور ديفولب بتبقى اقل من 90 ولا 90 ولا 45؟ بتبقى اقل من 90، ممكن تبقى 85 80 75. انما الكيرف اللي تحت منها الماكسيموم عند ساين دلتا، امتى الساين دلتا بتبقى ماكسيموم؟ لما الدلتا تبقى 90. بالظبط.
تمام. طب الكيرف اللي تحت ده، ده جالك في الكويز امتى الماكسيمم بتاعه؟ عند 45. 45 يبقى لما يسالك سؤال في الفاينل بيقول لك الريلاكتنس تونيك الماكسيمم بتاعه بيكون عند دلتا تساوي كام؟ 90 ولا 0 ولا 45 ولا اقل من 90؟ هتختار عند 45. طب الباور ده اللي هو الفيلد اكسيتيشن بيدي لك باور تمام زي السلندريكال، الباور دي بتبقى ماكسيمم امتى؟ عند 90. لما نجمع الاثنين مع بعض هيدي لك كيرف جديد بقى التوتال اللي هو الريزلت التوتال الماكسيمم بتاعها بيكون اقل من 90 بشويه يعني 85. يعني لو انت جمعت الكيرفين دول كده بعينيك هيدي لك الكيرف الجديد بيديك ماكسيمم مطرحها شويه يعني قبل 90 بسنه تمام. ده جنريتور ده موتور، ده جنريتور وده موتور. الفرق ان الدلتا هنا موجبه والدلتا هنا ايه؟ بالماينس في الموتور. يا دكتور طب بالنسبه لدرجاتي طيب بتاع الغياب وكده، حضرتك قلت مالكش درجات، انا والله غصب عني يعني. هو شهاب، شهاب ويمنى ومحمد ومحمد سيد محمد تمام، انا افتكرته شهاب ومحمد سيد محمد ويمنى الثلاثه ما لهمش ايه درجات. انا غصب عني والله يا دكتور، ما اقصدش يعني ان انا افتح يا دكتور احنا ذنبنا ايه يعني؟ ايه مثلا غصب عني يعني؟ ما هو المايك المايك انا والله غصب عني فعلا يعني، انا ما اقصدش يعني يا دكتور. ماشي يا محمد جهاز هنج يعني ده اي نعم هو يعني مره واحده شهاب مرتين، شهاب مرتين، يمنى اربع مرات. يا دكتور والله انا بعت لحضرتك المره اللي فاتت يا دكتور وانت ما ردتش عليا. يا دكتور قلب معايا هنج والله العظيم تيم بيهنج يا دكتور وما ردتش عليا يا باشمهندسين.